إلا حطيت لك تليفون ديال 1970 ديال السلك، وحطيت لك كاع ليفوليسيون ديال التليفون، ولا نبداو حنا كاع 100 عام هادي من 1923، وحطينا التليفونات ودرنا واحد ليفوليسيون بحال كيف ما كنديرو ليفوليسيون ديال الانسان. وشتي داك التليفون كيف ما كيف كي ايفولوي من جينيراسيون لجينيراسيون، حتى التليفونات عندهم دي جينيراسيون، وكتشوف بان هادوك لي جينيراسيون سون لينيير، وحده احسن من الاخرى وحده احسن من الاخرى وحده احسن من الاخرى وحده. الا شدينا الطوموبيلات كنشوف لا بروميير جينيراسيون لا دوزيام لا ترويزيام لا كاتريام لا سانكيام، شدينا الماكن ديال الصابون كنشوفو كيفاش ليفولوسيون، يعني كيفاش تحسن في لا بيرفورمانس من جينيراسيون لجينيراسيون. كل جينيراسيون كتجي وكتزيد شي حاجه، ما كتجي حتى شي جينيراسيون وكتنقص شي حاجه اولا كتخلي هذيك كونستانت. علاش؟ حيت الوقت كيتغير فالانسان كيبدع. دابا هاد الخاصيه هي المشكل الكبير اللي عندنا في المجتمعات ديالنا، الثقافه ديالنا الموروث الثقافي حتى هو خصو يتغير. فاش كنجيو نشوفو الدين كنلقاو للذكر مثل حد الانثى يعني عندها 1400 عام، شهاده المراه نصف شهاده الرجل عندها اكثر، عندها 1400 عام. اوكي، المراه ناقصه عقل عندها اكثر من 1400 عام، ما تغيراتش، وكتزيد عليها لانتونسيتي ديال الدين في المجتمع ديالنا. راه كنرونا الاخوان بالالفاظ، مهم لانتونسيتي ديال الدين، يعني المكان اللي كياخذ الدين في المجتمع ديالنا. اذا عندنا بان الدين كياخذ واحد المكانه كبيره، والدين الى كونستون ما كيتغيرش. هو كاين تغيير، فهمتي، كاين تغيير، حيت الا ما كاينش تغيير الدين ما غاديش يبقى حي، غادي يموت. داكشي علاش الدين بقى حي، حيت بقينا كنغيروا فيه، حيدنا منه الراجم وحيدنا منه، فهمتي، وخلينا دوك الحوايج اللي نقدروا نهضموهم بحال رمضان بحال الصلاه بحال العيد بحال الحج، ولكن حيدنا منه داك الغزو وداك الاسواق النخاسه وداكشي كامل. وبهذه الطريقه هذه عطينا حياه، طولنا ليه في العمر ديالو. اوكي، اذا هذا هو المشكل ديال الدين، فاش كتعامل مع اي مع طبيعه الدين. وحنا كنهضروا على الدين الاسلامي اللي عشناه وعشنا التجربه ديالو، اذا خصنا نعطيوه تحليل بازي على الواقع مثلا اللي كنشوفوه في المغرب. وهذا هو الواقع اللي كنشوفوه في المغرب. ديما كنعطي هذا المثال ديال عبد الهادي بالخياط. عبد الهادي بالخياط ماشي غير عبد الهادي بالخياط، كاع الناس الفنانه مثلا تيكونوا ديما نادمين في حياتهم. اش كيعني؟ كتعني بان حتى دوك الناس الاخرين حتى هما كانوا، الا كان انجينير كيعتبر بانه ما عطى والو للانسانيه، الا كان طبيب كيعتبر بان كان عليه، تجي تسولو فاش تكون في عمرو 70 عام يقولك انا كان عليا كون كنصلي وداكشي. اذا هذا الخطوره ديال الدين، منين ما طليتي عليه كيبان لك الدين بانه ثقافه اللي عافينا، وهذا هو المشكل ديال الدين. وهذه هي الفكره العامه ديال الدين، هذه هي تاب النقعه ديك الزيروه ديك الاولى، هي ان الدين الاسلامي ثقافه ديال الموت، وهذا هو لو تيتر، هذا هو كتكتب الفوق، كاين الوجود هو الحياه والموت، هذا شو اللي كاين، جوج ديال الحوايج. اوكي، وهاد جوج ديال الحوايج كيفرقوا كل شيء اللي كاين في البيئه، كيتقسم على جوج، كتعود واحد الثقافه ديال الحياه اللي كتحارب الموت، كتكون عندنا
واحد الثقافه ديال الموت اللي كتحارب الحياه. ومن هاد الجوج هادو كيتفرعوا واحد المرياد ديال لي كاليفيكاسيون ديال لي كونسيبت ديال ثقافه الموت. ثقافه الحياه العنوان ديالها هي الحب، اي حاجه عندها علاقه بالحب. اوكي، ثقافه الموت عندها اي علاقه، اي حاجه عندها علاقه بالكراهيه. مثلا الا بغينا نديرو واحد عاصفه دماغيه برين ستورمين ولا برين ستورم، اللي كتكتب الحوايج اللي عندهم علاقه بالحياه، غادي تكتب كاع داكشي اللي زوين في الحياه، كاع داكشي اللي كيجيب السعاده في الحياه ديال الانسان. غادي تحط واحد لا ليست طويله فيها الحب والاخوه والرافه والحنان والانسانيه والعطف والسعاده والفرحه والبهجه والسرور، كاع دوك الحوايج اللي عندهم علاقه بالحياه. علاش؟ حيت الحياه كلها حب. داكشي اش كنعبروا فاش كنغنيو على الحب؟ مثلا في الاغاني كنغنيو على الحب، ولكن حنا في الذهن ديالنا الحب ديالنا للحياه، ولكن جميع الثقافات كيجسدوه في المراه. يعني احنا ما كنختلفوش على الثقافات الاخرين اللي دازوا في التاريخ. يعني احنا فاش كنعبروا على الحب راه ماشي المراه في حد ذاتها، اوكي، ولكن تعبير على حب الحياه. دابا الى مشينا للجهه الاخرى في ثقافه الموت او لا ثقافه الكراهيه، إلا مشيتي لثقافة الموت كدير تاني واحد البرين ستورمين، وكتجبد، كتدخل فيها الحرب، كتدخل فيها البكاء، كتدخل فيها التعاسة، كتدخل فيها الألم، كتدخل فيها الكراهية، كتدخل فيها البغضاء، كتدخل فيها الحقد، كتدخل، فهمتي؟ دابا ما يمكنش تنجح في الحياة وانت كتستعمل مع الحياة ثقافة الموت. اوكي، حقاش فاش تيلا جيتي كمسلم انت كتعيش ثقافه الموت، ولكن باش تنجح وبغيتي تعيش الحياه خصك تستعمل ثقافه الحياه. يعني خصك تمشي ديك العنصريه اللي فيك وديك الحقد اللي فيك وداك التكبر اللي فيك وداك الشيء كله باش الله تناغم مع المبادئ اللي كتعتمد عليهم الحياه. كل ما تناغمتي مع المبادئ اللي كتناغم مع الحياة، كل ما كانت لا بيرفورمانس ديالك في الحياة أحسن، the best ولا better، أحسن من دخل فيها ثقافة الموت. أوكي، وهذه هي طبيعة الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يعيش لكي يعيش، لكي يموت. الإنسان المسلم كيعيش والهدف دياله هو الموت. الإنسان الغير المسلم كيعيش والهدف دياله هو الحياة. اوكي، اذا واحد الانسان اللي كيعيش الهدف ديالو هو الحياه، بيان سور غادي لا بيرفورمانس ديالو غتكون مزيانه في الحياه. وهادشي فاش كنشوفوا الخريطه ديال العالم كيبان بان هاد الناس اللي عندهم ثقافه الموت ما كيعطيوش. ولا شفتي تاريخيا كتشوف جميع البلايص اللي تخليهم الاسلام جمدوا، كل شيء ثقافات كانت ثقافات خارقه للعاده، كالعراق وسوريا ولبنان ومصر، هادو ثقافات كانت ضاربة.
دخلهم الإسلام جمد، بنادم جمد. علاش؟ حيت المبادئ اللي كتستعمل في الحياة شي حاجة عندها علاقة بالموت. الجمود شي حاجة كتعبر عن الموت، فاش كتشد ليا واحد الثقافة وكتجمدها إذا راه حكمتي عليها بالموت. أوكي، إذا ما بقاش فيها الروح، الحاجة اللي فيها الروح كتأدابطة. كنعنيو بالروح يعني ما بقاش فيها الانرجي. والثقافة هي خصها تكون تري سوبل، تكون ديناميك، تكون فهمتي باش تأقلم. هذا هو المشكل ديالنا، المبادئ ديالنا ديال الحياة صعيب تأقلم مع الصيرورة ديال فهمتيني، ندخلو دوك العبارات. وهذا هو المشكل ديالنا. إذا خصنا نقادو راسنا، خصنا أولا نفهمو بأن كتجي كتعيش داك الشيء علاش كتجي، هذا هو الهدف. ماهية الوجود، you come here to enjoy life، انت كتجي هنا باش تعيش الحياة، هذا هو الهدف ديالك. إلا فهمت هادي مزيان غادي يكون عندك واحد لو سوكسي كفرد، وغادي يكون عندك سوكسي كأسرة، وغادي يكون عندك سوكسي كمجتمع. حيت ما كاين حتى شي طاقة ولا شي تفكير غادي تخصو الحياة بعد الموت أو لا الموت أو لا. وهذا هو اللي ما بغاوش يتقبلوا الناس، انك راه فاش كتجي هنا الى وصلتي لواحد المستوى ديال الوعي كبيره كانسان، ما كتعنيش بانك غادي تحلل هذا الوجود انه كاين واحد البيربس، كاين واحد الهدف اخر. ربما فاش كتوصل دوك لي ديتاي اللي كاينين في الحياه، ربما كل حاجه عندها هدف اخر، ولكن الهدف ديال الحياة اون غرو هي انك تجي تعيش هاد اللحظات. واللي بغى يدير يشوف شويه جوجل يطابيها، يقول لها يسول جوجل اشنا هي البروبابيليتي باش يكون عندك وجود، كيلي لا بروبابيليتي دافوار اون اكزيستانس، وات از ذا بروبابيليتي تو هاف to exist. وغادي يعطيك، غادي يشرح لك جوجل اشنا هي البروبابيليتي باش المجموعه الشمسيه ديالك تكون فيها حياه، وشنا هو البروبابيليتي ان الارض تكون فيها حياه، وشنا. وغادي يبقى غادي معاك، وغادي يوصل معاك حتى للفيكونداسيون. اوكي، وغادي يقول لك ها البروبابيليتي باش يكون عندك وجود. فاش غتشوف هذيك البروبابيليتي غادي تقول هادشي كله ربح، غتقول الحياه كلها ربح. وتما غادي تعرف اشنا هي لا فالور ديال الحياه، يعني انت اصلا ما كانش يكون عندك وجود. اوكي، الا غير دخلتي هاد المعلومه، شتي هاد المعلومه الا دخلتيها لجوجل غادي تلقاها هو الاولى كيشرملو دينمار القضيه ديال البروبابيليتي ديال الوجود مكاده مصوبه مع شو 0.14 صفر على بويسونس دي، شي لعبه بحال هكا. اوكي، الا غير قريتي هذيك وفكرتي فيها وتمعنتي فيها غتقول شتي شنو، هاد الحياه خصك تجي وتبروفيتي فيها الماكسيموم. هاد البروبابيليتي ما عمرها غادي تعاود راسها، ما عمرها غتعاود ترجع. لفيت باش رجعت بحال عندك شي ما عرف شنو، بحال بغيتي تشري شي قرعه ديال المناظر من شي ماكينه وركتي وخرج لك شي ديناصور في العظمى كانيطه ديال كوكاكولا. احنا جاو قالوا لنا لا، الهدف الحياه وداك الشيء ما كتعني والو، زيرو. شتي كيفاش لا ديفيرونس؟ كتدخل العلم تيقول لك الحياه شي حاجه تري 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 بريسيوس، كتدخل عند الاسلام تيقول لك هاد الحياه ما كتسوى والو،
دابا واش انت خاطئ في الفهم ديالك للحياة؟ لما كنتيش خاطئ انا بغيت نعرف اش كتعني امتى كتكون خاطئ. الا انت ما خطأتيش ما يمكنش دير هذا، راه خطأ فادح. هذا خص لي يتكب بحال هذا الخطأ، خصهم يعدموا دينمو، خصهم يشدوه ويديروه في المشنقة وحيدوا لي الراس حيت ارتكب واحد الخطأ فادح. راه الحياة ما كتسواش والو، راه الحياة هو الرأس المال اللي عندك. وان شات ديو راه شي حاجة اللي ما كتوقعش ان زيليان زوفيوس. وده هو علاش كان علينا نكبرو كاملين. من اللي كتكون صغير كيعلموك بان هاد الحياة هادي شي حاجة مهمة، ما كاينش شي حاجة مهمة اكتر من هاد الحياة، واي حاجة اخرى من غير الحياة خصها تكون بعيدة عن الحياة بزاف. اذا هنا المشكل ديالنا هو كيفاش فهمنا الوجود ديالنا. ما يمكنش تفهم الوجود ديالك بطريقة قريشية ديال شي ناس عايشين في القياطن. الحالة ديالهم بحال الحالة ديال الفكر ديالهم، بحال لو دوغري ديال لو سوكسي اللي داروه في الحياة. ساكنين في القياطن، قاتلهم الجوع والعطش، كيمشيو يسرقوا باش يعيشوا. هذاك في حد ذاته كيعبر على المستوى ديال التفكير ديالهم، كيعبر على لو دوغري ديال لانتيليجونس ديالهم، لو دوغري ديال الوعي ديالهم، لو دوغري ديال الفهم ديالهم. هادوك الناس كانوا فاهمين الدنيا خطأ، توتالمو خطأ. هادوك الناس كانوا كيعيشوا على السرقة والنهب والسطو والاختلاس والكذب والحقد والكراهية والبغضاء والحرب والغزو والسبي. ناس دمرتهم البيئة، يعني البيئة دمرتهم وما عندهمش أنشوا. هذا كل شوى اللي كان عندهم، يا إما غادي يغزو القبائل بحال داك الشي اللي دار الرسول 24 غزوة، أو لا غادي يموتوا بالجوع، ولا خصهم يخرجوا من هذوك البلاد القفرة. اوكي، هذوك هما الناس اللي خدينا من عندهم الثقافة ديالنا. هذوك الناس كي كانوا كيعيشوا بواحد الطريقة استثنائية. اوكي، طريقة شادة هو أنك تعيش على الغزو. الغزو طبيعة إنسانية، ولكن الطبيعة الإنسانية هي الحياة. كاين ديما واحد الهدنة كتكون طويلة، وبعد الهدنة تكون مجزرة. هذا هو التاريخ، وهذا هو التعاقب اللي كاين في التاريخ. ديما كاين واحد الهدنة طويلة كتدخل واحد المجزرة، هدنة طويلة مجزرة، هدنة طويلة مجزرة. الناس اللي خدينا من عندهم الثقافة ديالنا عندهم العكس الإخوان. عندي سؤال. وي شكرا، تفضلي أختي. كيفاش كتعايش مع العدمية؟ يعني الكونشيوسنس والعدمية، إذا فهمتيني. يعني كتموت، هذه هي العدمية، ياك هادشي اللي بغيت تقولي؟ كيفاش كتعامل مع الموت؟ لا ماشي الموت، ولكن كيفاش كتعامل مع الفكرة ان عندك consciousness غادي تدخل من consciousness غادي تدخل العدم، غتمشي هذيك. exactly yes yes that's it. هذيك مسألة كنجربوها كل 24 ساعة، كنجربوها لمدة 6-8 سوايع فاش كنعسو.
لو ميم كونسيبت، الى عندنا مشكل مع النعاس اذا غادي يكون عندنا مشكل مع الموت. الوعي جا من حواس الادراك، وحواس الادراك كيطفاو في النعاس، وهذه خاصيه كتشاركها النعاس، كيشاركها النعاس مع الموت، ان حواس الادراك كيطفاو، الشم والبصر والسمع واللمس كيطفاو، والفكر حتى هو حاسه كيطفاو. وهذا الشيء كيوقع في الموت، اذا كنعرفوا كيفاش كيوقع في العاده، هو انك كتمشي تنعس. انا ما عمرني سمعت شي واحد مشى نعس وندم علاش نعس، ديما كنموتوا على النعاس. باش كنكون ناعس كنبغي نبقى ناعس، وفاش كنكون فايق كنبغي نبقى فايق. اذا الموت لا تختلف عن الحياه، ولكن كاين واحد اللذة في لو بوزوان كيعيشها الانسان. هذه هي المساله اللي كتكون خاصه في الموت، هو داك داك الكونسيبت ديال لو بوزوان ما كيبقاش. وكيوقع لينا في الليل، في الليل كتكون ناعس، قدر يكون فيك الالام وانت ناعس ما حاش بيه. اذا الموت شي حاجه زوينه، اي ثينك خصهم يبداو الحياه، ما خصهمش يبقاو يعاودوا لنا على الحياه، خصهم يعاودوا لنا على الموت. الحياه شي حاجه جيفن، كتعيش الحياه حيت الحياه كتفرضها عليك. المهم هنا هو كيفاش غادي تتعامل مع الموت، حيت الموت شي حاجه اللي قاهره الانسان، بنينا عليها الاهرام، رولنا على الموت، وبنينا المساجد، وبنينا الكنائس، السيناغوغات، الروينه النايضه على قبل القضيه ديال الموت. ربما خصنا نفهموا شنو هي الموت، بقاش نعيرو هذاك. الموت شي حاجة اللي طبيعية في الحياة، حيت ما يمكنش تكون حياة بدون موت. إلا كانت الحياة بدون موت، إذا غتكون عندنا واحد الحياة عجوزة هارمة شيخة، والشيخوخة تدل على الموت. إذا ما يمكنش نعيشو بلا ما يكون هاد لو راجونيسمون ديال هاد لونيفر بطريقة ديال الموت، ولا غادي نكحب الاخوان وحلات ليا شي حاجة. شكرا. خدي اختي نور، مرحبا بك. هاد الاخت نور راه جديدة معنا، الاخوان صيفطوا ليها الورود وديروا معاها ابونمون باش تبقى تجي عندنا ديما تعيط على صحابها وصحاباتها يجوا للرو. الله جات عندنا اليوم الأخت نور. شكرا. مرحبا بك. وي مرحبا بك أختي، مرحبا بك. وي خذوا المايك الإخوان، غادي نشرب شي حاجة بليز. واحد بغى ياخذ المايك. نور انا درت لك فولو قبلي باش تبقاي تطلعي وتباني لينا فاش تدخلي للروم، مرحبا بك. ميرسي حبيبه. اول عرفتي راه ما كنعرفش الكلاب هاوس، ما كنعرفش كيفاش ندير ليه. It took me 2 years.
شفتوا الإخوان شحال البروبابيليتي باش يكون عندك وجود كإنسان؟ ياك أخويا كتسمعوني؟ وي بيان لي وي بيان لي وي. شتي راه كتبها 1 اوفر شحال شحال من صفر هذاك؟ شكون يحسب؟ حسام البدوي راه الأخ. شكرا الأخ حسام البدوي على المجهود جبار، حيت فيه بزاف ديال الزيروات، مجهود جبار. شحال من زيرو تما؟ غيكونوا شي 21 واقيلا. شكون عنده العينين مزيان؟ 17 هذيك هي لا بروبابيليتي باش يكون عندك وجود. كيجي الاسلام هادي اشتهادي، الا بغيتي تقسم هاد لو نومبر ما غيعطيك، خصو يكتب لك واقيلا لا à la puissance de cela chez Hajar. تيجي الإسلام تيقول لك شتي الشهادة، إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه متفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو كانت هذه الدنيا تساوي عندي جناح بعوضة لما سقيت منها الكافرة شربة ماء. شنو هما الديسكريبتيف اللي عندنا على هذه الحياة في الإسلام؟ شنو هي ديك الإغراء والروينة نايدة في الإسلام؟ دوك الأحاديث ديال 4.10 à la puissance 17. Oui. الحياة الدنيا مرحلة إدراكية وليست ما قبل الموت. شيء. هذا هو المشكل ديالنا. تبعنا شي خروانيين في الصحراء كيقولوا لنا اشنا هي الحياه، راه هو المستوى ديال الفكر ديالو راه عبر لك عليه من خلال الثقافه ديالو. قال لك شتي الثقافه ديالي هي هذه، اذا هذه هي الطريقه باش كنفكر انا. انا راه ما يمكنش نكون كنفكر اكثر من الثقافه ديالي. وقالوا لنا الثقافه ديالهم، ما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامه الا وتقاتلوا عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسع في ساعة من الليل والنهار أو النهار بدون غسل. شاخ، صلوا على محمد وآل محمد وفي الآخرة عذاب وما الحياة الدنيا. دي ما عم ننسى، دي راح حفظتها مع فاش كنت ديك الساعة وقلة في متوسط الأولية كل شي حاجة شحال كلينا على هذه العصا. والمشكلة كاع الإغراءات للرجال، إحنا ما عندناش إغراءات. آوي. وعندنا صلعوميات متشددات. وي خطر، وي سي فغي. المرأة شادة في الدين، لا هي حيت في ناتوريلمون المرأة هي اللي كتاخذ الثقافة وكتعطيها للأطفال. الأطفال كيتأثروا بالأم ديالهم أكثر من الأب ديالهم، حيث المسألة عندها علاقة بالطون اللي كتضيع مع أولادها. أولادها كيشربوا الثقافة ديالها، كيشربوا كل شيء داكشي اللي كدير. يعني المرأة هي اللي كت كنشوفوها حتى دابا. أنا دابا ما عنديش مشكل مع بنتي مثلا أنها تلبس شي لباس ولا تتعلم العربية ولا القرآن ولا الطياب ولا كاع داكشي، ما شغليش. يعني الثقافة ماشي شي حاجة، كرجل الثقافة عندي ماشي شي حاجة اللي خصني ندوزها ولا ناتوريلمون غادي تدوز، فهمتي؟
ولكن المرأة سي ديفيرون. إذا المرأة هي اللي كتكون أكثر تشبتا بالثقافة ديالها، علاش؟ حيت هي المرأة في حد ذاتها كتكبر مع أمها في الكوزينة، كتكون عندها علاقة مع أمها. هي بجوج الرجل الدري والبنت كيكون عندهم علاقة مع أمهم، ولكن البنت كتكون عندها أكثر مع أمها. إذن هنا كيجعل الثقافة في المرأة كتكون مجدرة، كتكون المرأة كتكون مرقدة في الثقافة، وداك الشيء اللي مرقدة فيه خصو يدوز أوتوماتيكمون الأولاد ولا البنات ديالها. داك الشيء علاش كتلقى بأن المرأة هي أكثر تشبتا بالحجاب وبالتقاليد المغربية، وبأن التقاليد هذا مشكل كبير. حتى في حياتي أنا كيوقع ليا مشكل كبير، الأم ديال بنتي كانت عندها علاقة بالثقافة بزاف، لديك الدرجة ديال حنا أحسن من الثقافات الأخرين، حنا أحسن من الهنود، حنا أحسن من الأوروبيين، حنا يا واعرين. وهذا كتزيد عليه المشكل بأن عندنا المشكل اللي عندنا هو مشكل ثقافي، يعني ثقافة هي راك يكون فيها دي كاليتي ديال الثقافة. كتلقى شي ناس عندهم شي ثقافة حلوة سهل، بحال مثلا البرازيل. البرازيل كنشوف ديك الثقافة ناس واعرين، الوعي الثقافي عندهم كنظن من أشنو الجمع ديال الوعي، أوعيات، أواعي، شنو هو الجمع ديال الوعي؟ الوعي هو الوعي، الوعي الأوعاء العائيات. شنو هو الجمع ديال الوعي؟ لعاوع. ما عندوش جمع، ما كاينش الوعي. لعاوع هو الوعي. فوالا فوالا، دونك الوعي ما عندوش جمع، هما كاتبين حتى في الشات الوعي لا يجمع، خصو يكون عنده جمع معطى كامل، خصو يكون عنده جمع، خصك تخراها. حيت الوعي تا هو كيختلف من مجتمع لمجتمع، الوعوية كل مجتمع عنده شي حوايج كيوعى بهم، كي فهمتيني. اذا انت هذه خصها تكون الاوعاء. واع بينو واع الوعي هو بيان ديال الوعي واحد، ولكن كيختلف من مجتمع لمجتمع. ايوا خصنا نبدلوه، راه فاش ولا الفار كبر بزاف ولا كبير سميناه طوب، قلنا لي انت ما بقاش كيصلح لك ديك السميه غتغلطنا، راه غادي نفرقو نديرو الفار والطوب. لا هنايا لا، فاش كتشوف انا تلاقيت مع ناس برازيليين بزاف وعندهم واحد تقبل ثقافات اخرين غريب الاخوان، رغم انها الدوله البرتغاليه الوحيده اللي كاينه في امريكا اللاتي، وعندهم بنادم زعار، بنادم كحل، بنادم شينوي، بنادم من جميع وفعلا زوينه عندهم واحد الثقافه. داكشي علاش عندهم مع المغاربه كيتلاقاو في بزاف ديال، فهمتي، عندهم تاهما بزاف معانا تاهما. وعلاش كنقول هادشي؟ حيت الثقافه هي كتكون كتلقى شي ثقافه مثلا الا مشيتي لقطر خصك تحضي راسك، تقدر تمشي للحبس على مثلا كاين تران وقيله في قطر ولا ما فين. إلا دخلتي باغ اكسيدون التران ديال العيالات كدير، إلا لقاو كتبوس في شي وحدة ولا شي حوايج بحال هكا كنشوفهم في الشورتس، تبينوك بأن راه ثقافة. نظموا المونديال وباركين على الناس لا ما تشربش في المونديال، فهمتي. المونديال راه فيستيفيتي، خصك تمشي نتايا، خصك تمشي تشرب مع راسك، تشرب البيرة مع راسك، تضحك، تنشاط، تعبر على الحرية، هز الراية كيف ما بغيتي هزها تكون. أنا مشيت للمونديال صافي واعر،
وكن ممكن تشرب ولكن غير في التيران ما كتشربش، وكانت مزيانة للعائلات يعني الدراري الصغار تما، ما كاينش عرفتي ديك الجلسة كيشربوا كيخسروا السوايع، ما كانش تماك، كان كلشي محترم. لا ولكن هذاك الشيء انا كنظن هذاك الشيء قيود، الناس جاوا عندك كتخليهم على حريتهم حتى كيمشيو وكتسد ثاني كتقولوا كي راه عندنا واحد القانون، ولكن ما كتجيبش الناس وتقول لهم دي كونديسيون كيفاش غادي تلبسها، الرايه اللي غادي تهزها، فهمتيني؟ كتجي كتجيب الناس كتقول لهم اوكي عندنا شهر معكم غادي تدوزوا معنا، خذوا راحتكم، ماسوا الثقافه ديالكم، ولكن هما طبيعة حال خايفين على ديك الثقافة ديالهم، راه هذاك ديالهم راه في عمره شي 70 عام هذاك، يعني لو لكن كلشي كان كيما اللي بغى يدير شي حاجة كيديرها، غير ما تمشيش كت يعني كت you don't disturb people، يعني بغيتي تشرب تشرب، بغيتي لبس لبس عادي، في الكاس العالم ولي كل شيء كان لابس عريان. وي ولكن هذاك انا بان لي بحال العالم شويه جات ديك اشكال، بان لهم بان ديك الثقافه تري كونسيرفاتيف، باش نكون يعني ماشي باش نكون ماشي زعما لا والله لا كانت واس بيرفكت، كان كل شيء كان مزيان، يعني تلبس اللي بغيتي دير اللي بغيتي، هذاك الشهر حلوا لهم حلوا لهم الروبيني. لا انا كنشوف انا اللي كنقول لك الحكم ديال كيف كان كيف كانوا كيشوفوا الناس، داكشي اللي داز في قطر كان كيبان بان ديفيرون على لي كوب دي موند اللي دازوا في العالم كامل، ديما كيدوزوا وما كتبانش لك ديك الشارب فلكتويش ديك الفلكتواسيون فلوبينيون، ديما كان كيدوز من دوله لدوله، داز في البرازيل ساوث افريكا كنعتقد فرنسا في اسبانيا اوكي، ولكن غير هذا العالم كله كيقول اوكي كاينين تغيرات هنايا، يعني كان من الملاحظ ان لا كوب دي موند ديال قطر كتختلف على الدول الاخرين، ربما تقدر تكون من ليكزوك من اكزوتيسيتي ديال الثقافه في حد ذاتها، يعني الثقافه اكزوتيك بالنسبه لا كوب دي موند في الملعب وما كانش عندهم مشكل، ولكن جاءوا الثقافة مثلا ديال الشرق الأوسط لقوا فيها شي قوانين وشي أحكام، احنا مثلا كون جاءوا عندنا كون كانت عندنا لا كوب دي موند كنظن كنا غادي نقول لهم مرحبا بكم as you are، نقول لهم كيف ما دوزتوا لا كوب دي موند في اسبانيا ولا في فرنسا غدوزوها في المغرب، كنعتقد ما كناش غادي نقول لهم اوكي هذه خصها تكون بحال هكا وهذه خصها نديروها بحال هكا وهذه خصها دار بحال هكا، ولكن على العموم دا زوين، ولكن ما كانش المشكل ابدا ابدا لا في اللباس لا في كل شيء، غير كانوا شويه القوانين، مثلا البنات كيمشيو في واحد الصف، الرجال كيمشيو في الصف الاخر، يعني ملي كيكونوا داخلين التيران ما كانش شراب في التيران، يعني ما كانش بزاف الناس سكرانين، دونك العائلات they were safe، يعني كان امان، يعني خصوصا دوك يعني بزاف الاوروبيين ملي كتشوف في التلفازه مثلا، انا ما عمري مشيت شي كوب دي موند وحده اخرى، مشيت غير قطر، كتشوف الناس كيهرسوا كيبقاو يدابزوا كل شيء تما، it was perfect، كان منظمه وكل شيء الناس قالوا نفس الحاجه، غير بالامانه، يعني باش نقول لك الحاجه اللي صح اخر طنوبيله تسرقات في قطر 30 عام لو بورسونتاج ديال لي كريم عندهم في البلاد 0.6، يعني
nothing حتى شي حاجه ما كدور في هذيك البلاد يعني بورين ما كانش الاكشن كمجتمعات انسانيه خص تكون الاكشن خص بنادم يهرش يسكر يطيح على راسو انا هيك انا ولكن هي بورينغ البلاد بورينغ لا ولكن نسولك واحد ولكن الورد كاب كانت بيرفكت غادي نسولك واحد السؤال كون ما كانش المغرب بقى صامد حتى الاخر كيفاش غادي تكون هذا المونديال اقسم بالله بالنسبه للدول العربيه لا 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 عرفتي راه واحد انت واحد راه هما مفتحين و حنا اللي حنا اللي حنا اللي مسدودين قسم بالله دير اوكي يعني غير ما تمشيش في الزنقه و لا تجاهر بال اتس جود اتس جود في الورد كاب ات واز جود ما عرفش في الأيام الأخرى أنا كيبان ليا كون نزلوا كون ما كان حتى شي دولة عربية صمدات حتى الأخر كان غادي يدوز عندهم داك الشي فالص والريهان كانت على المغرب وتونس ياك شكون كان السعودية هذه واحد شي حاجه اللي مع ما كنعتقدش في التاريخ ديال العرب احتفلوا كلهم في نهار واحد بشي حاجه هذه دالا كانت شنو هي الفرحه اللي دارت عند العرب كنت من ان اطلع مره اخرى كانوا حتى اللابوات اللابوات راه خدامين اللابوات الى ضربوا فرنسا الى ضربوا فرنسا وي دفعت الفيزا لاستراليا دابا باش جاست ان كيس ما عرفش الله اعلم ممكن يكونوا في السمي فينال حتى هما ولا في الفينال يو نيفر نو المستحيل ليس مغربي خصوصا مع اللابوات اكزاكتومون دابا كلهم كي خدامين شي ناس كينقروا على المغرب علاش حيت حقق دابا ياك كون ما دار والو ما كانوش غادي يهضروا عليهم كاع دابا حيت دابا تطلقوا داك الشيء عاد بداو كينقروا عليهم مزيان كنت تغلبوا من الاول وهبطوا ما كانوش غيهضروا عليها كاع يقول لك علاش ولا مره ما خصهاش تلعب الفوت دابا حتى شافوا في الماتش الاول هضروا عليهم رجعوا لكوزينتكم بلا 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 وواحد خينا دار واحد الفيديو شنو كان كيقول اوكي لحقاش في الاول منين خسروا بستة زيرو كيقول لهم رجعوا لكوزينتكم منين ربحوا وتأهلوا للدور ديال 16 ولا هذا قال اوكي واخا تجيبوا قال واخا تجيبوا الورد كاب ما نعترفش بها عرفتي لكن كاين شي ناس راه انبيليفبل وحق الله العظيم يعني ما كان اي كانت ايفن عرفتي واحد الحقد على النساء واستاذ هذاك وداير عنده فيسبوك وعنده فولوورز وكل شيء وقيل هذا ولده شي راجل ها
هذا ولدو شي راجل، ما يمكنش الانسان يحقد على امه. اه اكزاكت، يمكن مو دارت ولدته من اللور. سوري. لا ولدو شي راجل، حيت ما يمكنش تحقد على امك اللي ولدات. الا كتحقد على لا فام، اذا راك حقد على امك. هذا هو اللي خصهم الناس يرياليزيو هذه المساله. راه الا عندك مشكل مع المراه، راه عندك مشكل مع امك، راه عندك مشكل مع اختك، راه عندك مشكل مع بنتك. لا ولكن الناس ما كي ولكن خصناش ايه من السماء دابا، ما يمكنش نفكروا فيها. خصنا ايه تقول لنا وديرها. يا ايها خصهم شي ايه تقول لهم شي حاجه. امهاتكم واخواتكم وهذا استاذ، يعني كي هذوك الافكار اللي عنده كيعطيهم الجيل. الاجيال. مصيبه اقسم بالله. ايوا اش يدير الواحد، الواحد يعدي به. وي طلعوا الاخوان العاصرين، هو العصري. خذوا المايك، خذوا المايك. كما عيتو هيبة جديدة. هيبة طلعي طلعي، نطلعوا هاد هيبة نسمعوها حتى هي. عندي لك انفيت. تو الانسان كتقول لي واش انت صلعومي، تيقول لك شكون شنو هي صلعومي. صلاعمة هي صلى الله عليه وسلم، صلاعمة يصلعمون. واحد المقولة اللي عندك هي اللي ما عمرها غتنسى لي في حياتي انا، يعني هي ديك كنقولوا للمؤمن المسلم يطلق من القضيب ديال محمد، كيقول لك لا والله ما تقول ابني سير تقوى. هذا وقع في شي فيديو ياكل لا ياكل. لا كاين هادشي موثق. موثق طلق من القديم ديال حتى والله ما نطلق منه حتى بعد مني. الله ينعل دين امك حتى القحبابه مزيانش كيدير لي الدر الرمله والملحه وداكشي. كيفاش غتحيدوا لي هذا؟ ما يمكنش تحيدوا لي. انسان عاش به، المجتمع كله عاش به، ثقافه مبنيه عليه. كيفاش غتحيدوا البنادم من الثقافة ديالو؟ صعيب. هاد كان علينا في الأول يسولونا يقولنا راه القضية الرسالة اش فيها، راه الماغنيتود هذا هو الحجم ديال الرسالة. وديك الساعة نقول لهم لا لا صافي سمحوا لينا خو هادشي بزاف. انت كفاري ناس، راه داك راك كتنقر بزاف. سمعت حتى كفاري ناس، راه غادي نقدر نتخاصم معاك ولا تخاصمت معاك، راه ماشي في المصلحه ديال حتى واحد فينا. سمعت حتى كفاري ناس بليز. الا بونساك شي واحد يومين هادي رانا هو اللي بونسيتك. جر عليك بحال داك خينا اللي قال ليه حضر راسو مريحين في البار كيشربو، واحد الراس وقال لي ضربني بقرعة. تخيل ماشي من العاجزين، عرفت اش دار؟ زيدو ضربو بقرعة تما اختيارو. هادشي اللي دار تكفاري الناس، قال لك جري عليا. لا ولكن ما يمكنش نجري عليا، غادي نريموفيه من الروم. ديما هو كيدخل كيبقى ينقر عليا وداكشي، كنحمس لي بقى ينقر عليا، حتى واحد ما كيحمس شي واحد اخر ينقر عليه. المهم الاخوان نبدلوا الموضوع. بدلتي الموضوع الاخت صن، غادي نبدل العنوان. هو من قبيلة نقرتو عليا والعنوان عيان. فينا هو الدي جي ديالنا؟ دي جي ويف معنا.
دي جي ويف، دي جي ندرو، مشي نعس معنا دي جي خوخي. خوخي غاتك عاد تقول لك انا هو التالتة كيفاش مالا من تعمل دي جي، دي جي خوخي. انا انا بغيت نعرف كضحك ليه يلي انا بغيت نعرف سهيل من كيجيب هذوك التصاور. اه دي بعيدة دي بعرف دين شي طريق. والله العظيم الو كاين الصوت وي كتسمعني يا سهيل؟ والسؤال هو باغي نبدل، باغي نبدل الحرفه ديال الحرفه اللي فيها الفلوس البيع والشراء. حرفه حرفه باغي نبدل الحرفه، باغي أطلق اللحية، اللحية اللحية هي اللي فيها الفلوس. أنت أنت بصراحة سهيل أنت خصك تكون فقيه والله العظيم. هذه هي أنت اللي كنسمع هنايا والله تتصور العاقة مزيان في المغرب، غدير واحد الدفدافة تكون مزيانة. واه دابا المشكلة الحالية راه من شحال هذه قالوا لي دير قناة ديال أخي الفاضل وبدا دير لي داك الشيء وفكرت فيها صراحه سيريزمون، ولكن ما قدرتش نديرها، ما قدرتش نديرها، ما قدرتش نبدا نكذب على عباد الله. اه الناس اللي بلا بغيتي دير فلوس خصك تكذب، خصك تضحي بالمبادئ ديالك. آه ما قدرتش نديرها هي غاديرها، وخصوصا تجيب لي دوك الحكايات، حكايات ديال الصحابه والصالحين وعلى الناس عزاز عليهم التعاون والحكايات فيها فلوس، ولكن فكرت فيها سيريزمون غنديرها، ولكن ما قدرتش. اخي سؤال انت غتوكل على الله غادي تلقى اول ابونمون عندك من ديان ديان. ودابا دابا مثلا نتشاور معكم في القضيه دابا من وجهه نظر الحاديه، ما الاخلاق ما اوكي. شكون يسمع على الحريق ديال مبنى وزاره الاوقاف في مصر؟ شكون عرف عليه شي حاجه؟ واش هذا الحريق متعمد ولا متعمد ولا متعمد؟ متعمد جستمون، يعني واش بفعل فاعل؟ علاش كانت عندهم إجازة ووقع حريق في مبنى وزارة الأوقاف؟ يعني شنو الغرض من هذا الحريق؟ واش إخفاء مخطوطات؟ غريبة القضية، عرفت واش سمعتو بهادشي ولا لا؟ صان عاود اختاش قريتي وقلتي وزارة الأوقاف شي حاجة كنت كنقرقب ما سمعتش. وي بيان لي وزارة الأوقاف مبنى وزارة الأوقاف مصر تعرض الحريق في يوم الإجازة، يعني هما مخدامين شوقع حريق في داك المبنى ديال وزارة الأوقاف، يعني ما تعرفش واش بفعل فاعل، واش يعني تعمدوا يحرقوه شنو فين هادشي؟ في الرباط؟ لا في مصر، في مصر. اه مصر اوكي. هادشي ملحد هذا. راه حكيت لكم في الشات واحد الفيديو ديال هاد الحريق، يمكن فعل فاعل او اكسيدان، يعني ماشي ماشي شي حاجه اللي ما كانش. I don't think there is a conspiracy theory behind it. دونك كان واحد المناقشه صار عندي واحد قال لك اش دار تحرق معاه الارشيف ديال الاملاك ديال الاوقاف، السكيت اللي تيطر لي عندهم والاراضي اللي عندهم على اساس باش غادي يدخل عليهم من بعد السيسي يستولي عليهم. لقيتهم كيناقشوا هذا الموضوع في واحد اللايف في يوتيوب، شي خوانجيه من المعارضه اللي هربوا على برا. هذا هو السبب اللي عطاهم.
السويسيدا هي ياخذ الاراضي ديال الاوقاف ويدير فيها مشاريع. داكشي علاش حرق لهم هذا الارشيف كامل. اذا الامر عنده علاقه غير بالاراضي ماشي بالمخطوطات. حيت أبدل أزهر هو أصل الشر. دونك إذا كانت عندهم شي حاجة ما يخفيوها ولا باغين يديروا شي تغيير ولا شي حاجة. داكشي علاش قلت يمكن يكون هاد الحريق بفعل فاعل. لا، ولكن المقر ديال وزارة الأوقاف لا علاقة له بالأزهر، لأن الأزهر المقر ديالو بوحدو والأرشيف ديالو عاوتاني بوحدو والجامعة ديالو بوحدو كلشي. واحد المؤسسة السفارية حتى في اللوكال ديالها كاين واحد الخمس آخر. أي يدير أي حاجة ولكن ما يحفرش، بحال شي واحد طاح في حفرة وبدا كيحفر. إلا كنتي في حفرة ما تحفرش، خصك دير هادشي اللي وقع حتى في الدين. دابا بغاو يبرروا بأن الدين صحيح وبداو هادشي، بداو واقيلا في 79 ولا 69 الظاهرة بدات النواة ديالها، بدات ملي بدا العلم كيقول لهم شي حاجة أخرى، ملي لانفورماسيون ولات متاحة والعلم بدا تيقول شي حاجة كونتراديكتواغ مع الدين، وما يتلاحوا هما بغاو يبرروا بأن داكشي راه بصح من عند الله، وبداو كيجيو داكشي ديال الإعجاز العلمي. ومن ثم بداو الناس كيبحثوا. القرآن كان عندنا واحد الكتاب جامد، كان كتاب ما كيتحركش، كيتحركوا فيه غير قصار الصور، وهما اللي حركوا العالم حتى ولا بزاف ديال لي زيفينمون. حتى داكشي اللي وقع في 9/11 بداو الناس كيقراو كيعرفوا بزاف على الدين، وهادشي ظاهره ماشي حنا المسؤولين عليها. الوقت سلام الله ديالو هو خويا غدير وليده كتعرف الدارجه وكتقول لي اطلق لي القران، يا راه الدارجه ما كتفهمهاش نيشان. النغمه اللي كاينه في الدين، هذيك النغمه اللي بدا هو داك عبد الباسط عبد الصمد، هو اللي عطاها واحد، وتما كلشي ولا تابع داك النغمه اللي كاينه في الدين. ما كنعتقدش الدين كان عنده واحد اللحن معين، كان واقيلا سرد ولكن ما كانش عنده لحن. دابا ولا الناس تيديروا كومبيتيسيون، شكون اللي كيجود احسن من الاخر، شكون يحافظ القران. واش حيت القران داخل في ميدان المعلومه، واي حاجه عندها علاقه بالمعلوماتيات راه غادي تفرشها على الانترنت. ولكن العالم خدام باش يعطي الناس هاد حق التدين وصافي ويسد عليهم. بيان ليه كيقولوا هذيك النقطه ديال الملكة طيح على الصخر، مع المده راه كتحفرها. وقع هي نقطه بحال كذا، هاد المجودين ديال القران بهذيك الطريقه البكائيه ديال المشرق، انا بعدا لو وليت الى سمعت غير هذاك القران بديك الطريقه ديال التجويد كيضرني راسي، كيتشقق عليا راسي، حيت انا كنت متدين. فهمتي داكشي علاش عندي واحد انت طبع الله على قلبك الكفر. خصك تخشع حتى يعرج بك الى السماء السابعة. لا، انا راسي كيتشقق ماشي كتخشع، بالعكس كنت كتخشع من قبل، دابا راسي ولا كيتشقق عليا الا سمعت. انا كيضرني دابا في راسي، ما كنبغيش نسمعو نهائيا، ما كتبغيش تعرف اش غادي يقولوا. داكشي شي كله تخربيق صاحبي، شي غير فات باش تدخل الاسلام وتحاول تفهمو، راه شي حاجه صاحبي ما يمكنش. هذاك القرآن وذاك الشيء ما كتبوش إنسان واحد، هذاك الشيء مغشوش. فاش كتشوفوا الصحة ديال هاد
فاش كتشوفو كتقول الا تبعتيه كيخلق فيك واحد الشخصيه خايبه. علاش؟ حيت شخصيه متناقضه في الاسلام. الاسلام ماشي ديال واحد البيئه معينه، ديال جوج ديال البيئات عاشهم الرسول، وهاد جوج ديال البيئات خلقوا لنا جوج ديال لي بيرسوناليتي، وهذوك لي دو بيرسوناليتي ديال محمد هما اللي كان حنا كنحاولوا نجمعوهم بجوج ونعيشوا بهم، وهما راه شخصيتين متناقضتين. وهادشي كله وان محمد غير الرساله ديالو راسا على عقب ملي كان فكا ملي مشى للمدينه، وهادشي اللي خلق لنا مشكل. ما خديناش كرونولوجيك، كون خدينا الاسلام كرونولوجيك غادي نعيقوا به بانه شي حاجه موضوعه، ولكن الاعجاز اللي كاين في 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 الاسلام هو الكومبلكسيتي ديالو، التناقض ونسبه التناقض اللي فيه. وهذا كيعطيك واحد الشخصيه غير متوازنه، كتعطيك شخصيه بحال هادشي اللي كنشوفو نيت في الدين. انسان يكون يقدر يكون زوين مثلا، غير مثال، وتلقى عنده ميول لواحد ثقافه ديال الاسلام، ولا انتي ماشي شي حاجه طبيعيه. تعامل الناس كتعاملهم بحال بحال، كتعاملهم اون فونكسيون ديال البيرسوناليتي ديالهم ماشي ديال المعتقد ديالهم، وهذا خص يكون مساله خاطئه. فهمتي؟ بحال كيف ما دانا مثلا في لاكوب مونديال، ولات المسألة عندها علاقة. واش هادشي غير الإخوان؟ المونديال ولات عنده بحال واحد الصيغة دينية، بحال هذا انتصار ديال الإسلام. بزاف ديال الناس ولاو كيشوفو انتصار ديال الإسلام وانتصار ديال العرب، هو في الحقيقة نون ديابوف. وهذه هي طبيعة الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يقدرش يتعايش مع المجتمع بطريقة مجتمع الإنسانية داريس، بطريقة إنسانية. وهذا هو المخيف، وهذا هو اللي خلق لنا مشكل في التاريخ، وأن الإسلام دين إقصائي وبقى دين إقصائي لحد الآن. يعني ديك المسألة ديال التوحيد هذيك إقصائية، حنا كنا كنعتبروها شي حاجة نعمة. أشنا هو الحاجة اللي زوينة في الإسلام؟ هي التوحيد. ولكن إلا شدينا التوحيد درناه تحت المجهر وشفنا شنا هو التوحيد وشنا هو التأثير ديالو الإنسانية، غلقوا بأن هذه كارثة، دي واحد الخطأ ارتكبوا الإسلام. ولكن إلى حيث التوحيد من الإسلام ما بقاش إسلام، حيث إلى حيث التوحيد إذن حيث السيف. فاش دار التوحيد راه دارو بالسيف، راه مشى كيهدم البنادم في في المعبد ديالو، باش تهدم لشي واحد المعبد ديالو اللي هو منبع الرزق ديالو، راه خص يكون هنا واحد الصراع، خص تكون دماء، خص تكون مخاطرة بالحياة. إذا مسألة كان فيها السيف، وده هو المشكل ديال الدين. المشكل ديال الدين هو هذه المسألة ديال التوحيد، هي اللي خلاته بوحده. داكشي اللي كدير الإنسانية وعنده جذور ما انتفعش منه الدين، حيث دين يقصي الآخر. هادشي اللي داز قدامنا ديال الثقافة الأوروبية راه بدا 300 عام هادي، واش حنا شاركنا فيه ما شاركناش فيه؟ علاش ما شاركناش فيه؟ إلا بقيتي غادي بالتسلسل غتلقى لوغيجين ديالو هو البيئة، بمعنى أن هاد الناس كانوا كيخدموا بالسيف، كانوا كيخدموا بمنطق القوة،
منطق العنف اللي كيتجلى في جميع السلوك ديال واحد الانسان مسلم، العنف حتى مع الذات ديالو، فهمتي، ما يخليهاش تنعس، ما يخليهاش ترتاح، ما يخليهاش تاكل، ما يخليهاش تشرب، ما يخليهاش تمتع بالحياة. وهذا هو الإسلام. وكترجع المسألة ديال ثقافة الموت، ثقافة الموت اللي المشرع دياله هو الشيطان، أي حاجة عندها علاقة بالموت عندها علاقة بالشيطان. وكترجع بأن احنا كان الإسلام دين شيطاني. اخويا بين انت كتامن بالشيطان وما كتامنش بالله؟ لا، الشيطان وقيل بالشر، يعني نقدر نشوف الشر في الشيطان ولكن ما كنشوفش الخير في الله. انت كتامن باللي راه كاين الشر وما كاينش الخير؟ لا، كاين الشر وكاين الخير، غير الاسلام دين يدعو الى الشر ولا يدعو الى الخير. الا كان الشيطان هو الشر، شكون هو الخير؟ الخير هو حب الحياة، هذا هو الخير، هو كتجيب أي حاجة اللي كت 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 انهانسي لك البرفورمانس. حب الحياة هو شعور، الشيطان هو كيان. شكون هو الكيان المضاد؟ لا، الشيطان ماشي هو كيان، الشيطان ماشي. لك تآمن بأن الشيطان هو كيان؟ إذا أنت واحد الانسان اللي كتعرف شكون هو الشيطان بالنسبه لك؟ الشيطان هو واحد، اسمع ايوا تسنى تعيب شويه غادي نعطيك الوقت. الشيطان هو واحد تصرفات شريره اللي كتسبب الالم والاذى الانسانيه ولا اي حاجه، اي حاجه في هذا الوجود. الا ما كتخدمش المصلحه ديالك ولا ديال هذيك الحاجه، اذا المساله عندها علاقه بالشر. اذا فاش كنقولوا الشيطان يعني هو مجموعه ديال واحد السلوك شرير. خذ اخويا المايك. لا هذاك انت كتهضر لي دابا على الشر ماشي الشيطان، هذاك الشر وما الافعال. انت قلت الشيطان، والشيطان اسم فاعل في اللغه العربيه اللي كنتي كتعرفها. النجار هو الذي ينجر الخشب، الجزار الذي يجزر اللحم، الصباغ والذي يستعمل الصباغه في هذاك الالف. والشيطان شنو هو؟ الله يلا انت هو الذي يؤسس الشر، هو اصل الشر ولا حرفي الشر. اكزاكتو. ولا استاذ الشر. يعني بحال رسول، بحال دابا رسول الاسلام تنطبق عليه كلمه شيطان. علاش؟ حيت الشيطان دابا القتل هو الشر ولا ماشي شر؟ القتل شر. محمد قتل، واش السبي شر ولا ماشي شر؟ وحده من القتل للسبي، هادو جوج حوايج مختلفين. محمد ما عمرو قتل في حياته. اش كيدير ب 24 غزوه ديال الطائف؟ جيب لي شي ايه ولا شي صوره كيبوس فيها. جيب لي شي ايه. يا ايها النبي حرض المسلمين على القتل. يوسف الباشا جبتها من القران. انت مبلوكي الدرافات، مبلوكي الدرافات، غتنزل ونعاود نطلعك من بعد. لا راه هو اللي مبلوكين. ايوا اذا انت فراسك الخبر هو اللي مبلوكيني وداكشي. لا ما مبلوكيش، يوسف مبلوكي الدرافات. اوكي يا يوسف كان مبلوكيني، مشي يوسف وانا ندخل. الا طلع هاد يوسف المشنا قال اخو. يمكن لك دابا بعيدة عتاد. لا يوسف كتسمعني؟
والله لا انا خويا اللي عندي دابا لتحت باللي الناس مبلوكيني في هذا الروب والله ما عقلتش. معليش معليش علاش الناس علاش الناس بلوكولو ولا بلوكم بلوكوني علاش علاش الناس غادي يبلوكو انت صافي يوسف يوسف علاش غادي انا درت لك انا درت لك امبلوك صافي عاد تنط تنط اي ولكن ما كنعرفكش علاش مبلوكيني كاع ما عمري شفتك ولا سمعت حيت بلوكيتيني انت الاول راه انت حيد ليا بلوك دابا انا ما داير لكش بلوك وكون داير لك بلوك عماد ملي ندخل انا ما تقدرش تطلع انت لا لا راه باقي عندي بلوك دابا راه عندي بلوك انا ما داير لكش بلوك انا الا مشيتي للميساج اللي عندي تقدر تصيفط لي ميساج الا داير لك بلوك ما تقدرش تصيفط لي ميساج واولا قلت لك ما كنعرفكش ايوا راه شي حد فادرنو مداير لي بلوك انا دابا صدقتينا عرفتي اش غدير شتي غتبقى دير الناس كون بلوكو بلوكو ما تبقاش تجي والا غادي تبلوكي لنا الناس ديال الروم الا غتبلوكي لنا الناس ديال الروم الا موديريتر لا والو انا كنناقش معاك ما تبقاش تجي غدير لنا الصداع دابا يا ايها النبي يا ايها النبي يا اداه نداء اداه نداء يا أيها النبي حرض المسلمين على القتال المؤمنين ولا المسلمين حرضي واش المسلمين ولا المؤمنين قبل المسلمين حرضي بعدا المؤمنين حرض المسلمين على القتال مؤمنين في كاين هاد الآية اللي جبتي هاد الآية جبتها من راسي واك ما قاريش القران وغادي نقدر نجري عليك دابا الى داخل حرضي 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 ما نذكرش القران اوكي جبدوا لها الاخوه الايه ما بعيده عتاد لو غيقول لك لا معليش الى الى ما كنعرف هذه الايه كاينه في القران دابا اسمح لي دابا الى جبدنا لك هذه الايه من القران تامن بان محمد قتل لا انا كنعلم بلي محمد ما عمره ما قتل محمد كيدافع على راسه دافيد نزل اخويا من انا كنامن بلي محمد كاع الغزوات اللي دار كان دفاع عن دابا داكشي ما شغلناش فاش كتامن ها الاخوان غادي يلوحوا لك الايه في التكست انا كنامن بواحد القضيه قبال وهذاك الايمان ديالك استعملوا مع شي مش عندك ولا شي كلب عندك ولا انا كنامن انا كنامن بلي شي موتور ولا شي مجال عندك واحد ملحد انا كنامن بلي حرام صافي يونس غادي تسمع غادي تسنى حتى نجيبوا لك الايه دابا داك الاحساس ديالك راه قلت لك غادي دير شي بلاصه اللي فيها الاحساس زوين شي سبيطار مثلا فيه الناس مراد تعطف عليهم وداك الشيء حنا غادي نشوفوا الايه الاخوان حطوا لنا هذه الايه الكساله اللي كاينين في التكست انا اخر ايه سمعت من واحد اليهودي علاش قال لي انت دابا راه ما كتقول والو انت دابا كتخلي المايك خليني غير نكمل الفكره اللي قال لي يهودي دابا انت راه ما كتقول حتى شي حاجه صاحبي ما قلتش قال محمد ما قلتش قال القران يهودي صاحبي هادي عاد صدعنا انت ما عارف والو هذا داخل باغي تغوت كتخرج عينيك راه ما كتجيش بتخرج العينين اخويا راه كتجي بالنصوص وبالمنطق وبكل شيء داكشي تفضل يا دافيد تفضل خذ المايك بيان دير دابا راه المشكله فاش كتناقش مع واحد متدين راه بحال كتناقش مع واحد انت بينك وبينه 14 100 سنه ديال 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 الفرق ديال المسافه يعني راه صعيب تفهم مع واحد متدين راه صعيب بزاف راه غادي يعصبك وغادي تصدق مبلوكي صافي هذا هو الحل واش تبع المتدين كاتب الايه كيقولوا منين جبتي الايه واش هذا متدين ما عرفتش حتى الايه هذه ايه قرانيه وكان متدين بداك الطريقه اللي تيظن انت راه وحده جبدنا ليه راه كون جبدنا ليه شي 15 وقيلا من دوك الناس ديال القرانيين واش خرار وداك الشيء كاتب لكم في التكست راه ناس كراناش من متدين انا مسلم اوبن عرفتو من داك من دوك الطبقه ديال الشحرار التفاسير جديده
قالك جعل الله رزقي تحت ظل رمحك. سمعت يا يوسف خويا يوسف، غادي تحبس داك تخراج العينين، غادي نطلعك الفوق وغادي تريح وغادي تسمع. بغيتي نتناقشوا في هذا الروم مع الاخوان وانت وداكشي نتناقشوا، ولكن ما تبقاش تنطيحها وتنقز على المايك وداكشي. اولا هاد الايه هادي بين حرد التحريض، وسولتي نتايا اخويا يوسف وقلت لنا كاين هاد حريدي، زعما الا كانت هاد حريدي اذا شي حاجه ماشي تالهيه. هذا هو لامبريسيون اللي عطيتينا. قلت لا كان يا ايها النبي، قلت لي يا عرفناها والنبي عرفناها، حرد ما كايناش في القران. يعني انت كنتي عطينا واحد الكونديسيون سي اي سولمون سي سي، هاد التحريض كاينه في القران اذا محمد قتل، إلا قتل إذا ماشي إنسان. وقلتي لنا بأن الشيطان كيقتل، إلا محمد قتل سي لا لوا دا سوسياتيفيتي، أ إيكالا بي، بي إيكالا سي، دونك أ إيكالا سي. إلا كان الشيطان كيقتل ومحمد كيقتل إذا محمد شيطان. شوية عجولة كيما جات شي هاديك. تفضل أخويا يوسف واشرح لينا علاش دابا اش بان لك منين عرفتي بان الايه بصريح العباره كتقول لك يا ايها النبي حرضي. اولا فيها ياء اداه النداء، يعني واحد الانسان باغي تاخذ لاطونسيون ديالو باش يسمع لك. يا ايها النبي حرضي المؤمنين على القتال. اوكي تفضل اخويا وغادي تفهم ليا دابا كاع الجمهور اللي كاين هنا، شوف كيفاش غتجو. تفضل اخويا اطلع الفوق، ولا عندك شي واحد بلوكي منك تسنى بعدا. شكرا الى عندك الى شي واحد الى اسمع اسمع دابا الى تشكى منك شي واحد مبلوكي غادي نهبطك لتحت. اوكي يلا تفضل. يا ايها النبي شوف يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، حلل وناقش. يا أيها الذين يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال، ياك أنا قلت لك أنت باش درات كانت الآية سورة الأنفال. دابا أش درني في هذه الآية منين سولتك قلت لك واش اللي كيقتل الشيطان، قلت لي إيه الشيطان، ها محمد يحرض على القتل. واش أنت فاهم الفرق بين القتل والقتال ولا لا؟ قتل لا تعني قتالة. لا 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 جيبوا لي الاخوان ديال قتلوا قتلوا شي حاجه بحالك. سمع الاخوان واش فاهم الفرق بين القتل والمجرم حيث تقف الموت. تسنى تمالك اقتلوا المجرم حيث تقف الموت. جبدوا لنا خلا قتلوا، جبدوا لنا قتلوا ضربوا الرقاب، جبدوا لنا خوتنا هاد الايات، جبدوا لنا ديك الايه اللي كتقول لك يقول فيها وما لكم حتى تدخن في الأرض تدخن في الأرض شي لعبة بحالكم وأنتم الأعلون. جبدوا لي الإخوان جبدوا لي عفاكم. أنا القتل والقتال والتسيط قود ديك القتل والقتال والخرى والتبناد مراد 24 غزوة ورا 24 غزوة راه بنادم كيدخل عليه للدار ديالو للدوار ديالو كيتقاتل معاه. واخا واخا دابا محمد واش عزيز عليك راجل. واش عزيز عليك محمد؟ عزيز عليك محمد ماشي راجل. واش عزيز عليك محمد؟ ناقش معايا ودابا ناقش معايا. واش عزيز عليك محمد لهذه الدرجة صاحبي؟ دابا انت محمد واخا انت ما كتامن لا بمحمد لا بعيسى لا دابا شحال عزيز عليك محمد شحال دابا انا ما عطيتينيش فرصه نقول لك الحكمه اللي قال لي ذاك اليهودي. قال لي عمرك ما تناقش مع شي ملحد الانبياء. جاوب على السؤال واش كاين ولا جاوب على السؤال واش انت كاين ولا ما كاينش. جاوب على السؤال انت جاوبني على الوجوديه وعاد ندوز معك الاديان صاحبي. انت باقي بعيد على ما عندناش مشكل في الوجود يا سيدي كنأمنوا في اله. لا 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 ما عندناش مشكل الله كاين. لا 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 والله حتى كاين الله انا كنحلف به، ولكن
ولكن محمد ماشي نبي ديالو. بغيتي تعلق لنا الالحاد؟ واش انت يهودي؟ انا راجل امك نزل قوي ماشي شغلك. واشي ورانجلي انا هو البنادم ما كنجي هنا كنتناقشوا الا ما غاديش تخدم المخ كتمشي تقود في حالاتك بيريد ما فيها لا الا ولا حتى غتمشي تقود في حالاتك بقى لتحت بحال الكلب. واش انت يهودي؟ واش انت يهودي؟ شتا دير امك مريضه بنادم كيقتل في عباد الله هذا هو المشكل ما شغلكش فيا انا نكون شينوي كنهضروا على الموضوع. واش قلتي انت؟ انت قلتي ب بلسان مؤخرتك أن اللي قتل شيطان. قلنا الكوكاي إلا كانت هذه هي لا ديفينيسيون ديال الشيطان عندك ها محمد أو قتل جا قال لي الجواب ديالك واش انت يهودي كنت حدايا كنت صدعت ربك والله العظيم بالله. ما بقى والو ما بقى والو بقى على الفرش هنا ما بقاوش المسلمين شي واحد اللي يجي يقول لك قتل لا تعني قتل مشاو عمروا لي راسه بالخرا وجا بغي يخرع علينا هنا في الروم هادشي اللي داروا ليه تا قالوا لك ياك قالوا قتل لا تعني قتل وضربوهن ضرب لا تعني ضرب وخلق لا تعني خلق مرج لا تعني مرج هادشي اللي علموك جيت قيام ما تعرفش تخدم داك الخريه اللي عندك في الدماغ خدمها شويه تحرك شويه تبقى دير امك انت عاك تستهلك في الخرا ما تعرفش شد هذاك الخرا وتلوكو في امك شويه شوف واش فيه ما يتسرط ولا تبقى انت اللي قالوها لك تتبعها بحال الاحمر. قال لك قاتله قول لهم يا قاتله قاتله هي قاتله انت جيت تنشر رساله لاش دير امك هالسيف على عباد الله ياك بغيتيهم يسمعوا الهضره اللي كتقول ودخل لهم المخ ديالهم ويقرروا واش هذا الشيء كلام صحيح ولا ماشي صحيح. اش جاب القتال عباد الله؟ كاين شي واحد غادي يدخل عنده مهاش السيف غادي يهز عليك السيف الا مشيتي لشي دوار مهاز السيف عليهم ما هاجمش عليهم واش كاين شي واحد فيهم غادي يجي يتقاتل معاك؟ الانسان من طبيعته بحال الحيوان غيتقاتل معاك الا هددتيه هي فين غادي تقاتل معك؟ إلا أنت كتنشر الدعوة ما كتهددش الناس كتمشي كيقولوا لك أو هذا علاش جاي؟ أش هو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو بغى يقول لينا تقول لك أوكي بغى يقول لينا وجيبه يقول لينا ما كاين حتى شي مشكل. إذا علاش خصو يكون القتال؟ علاش غادي يكون القتال؟ إلا غادي تقول الناس غيقول لك قول لينا راه كانت الكعبة دايرة بها 360 إله كل شيء كيقول كل شيء كيقول ما عمرها نات شي حرب بيناتهم ولا مقاتلين ولا كل شيء كيقول على خاطره وكيف ما يحلو له. ما عمرك فكرتي بحال وكتهضر معاهم بحال وكتقول لهم ودي هاد الشيء راه بان ليا ما يمكنش الاله يخاطب العقل بالسيف. قال لك لا راه كافرون كافرون الانسان طبيعته كيتبع المصلحه ديالو في اي حاجه الماكلة كيتبع شي حاجة لذيذة الشراب كيتبع شي حاجة حلوة وباردة الجنس نفس الشيء الديور نفس الشيء أي حاجة زوينة فاش كتجيب الإنسان واحد شي حاجة زوينة وكتدخل الدماغ زوينة وكتعطيه واحد الراحة ولا واحد السعادة ولا واحد الطمأنينة ما كتهش عليه الصيف. يعني هذا الإله ديالك أنت عاجز على أنه يجيب لواحد الإنسان شي حاجة اللي تعجب هذاك الإنسان بلا ما يهز عليه السيف أوكي وغادي يتبعها إلى لقاها فيها المصلحة ديالو وغادي يتبعها إلى تبعها إلى تبعها وما فيهاش المصلحة ديالو يعني هزيتي عليه السيف وهذا تصرف إنساني محض كنش نتلصقوا لهذا الإله. أشنا هي الرسالة؟ Je parle et tu écoutes. هذه هي الرسالة. النطق حاسة النطق وحاسة السمع. جوج ديال لي زوتي اللي محتاجين في نشر الرسالة. إن شي حاجة بعيدة على شي إذن هذا إغراء.
يا إما إغراء يا إما تآمر يا إما تهديد، هادو هما القوالب اللي كتستعملهم إلى ما عندكش شي دليل منطقي شي دليل عقلي شي حاجة فيها مصلحة الإنسان. ديك الساعة كتبدا دير التآمر يا إما بالترهيب يا إما بالترغيب يا إما بالكذب يا إما بالخداع يا إما بالتحايل شي لعبة بحال هكا. علاش؟ حيت ما عندكش شي حاجة كتخدم مصلحة الإنسان، وهذا هو الإسلام. داك الشيء علاش فيه السيف، حيت الإنسانية ما قبلهاتوش يدوز نورمال بلا سيف، ما يمكنش يدوز ليها هذا الخطاب وتقبله بدون سيف. وهذا الشيء عبر عليه الرسول فاش مشى لمكة. مكة ريح فيها 10 سنين، الله تبعوه تقريبا 70 واحد، 70 واحد في 10 سنين، المعدل ديال المكاملين حتى المعدل ديال 7 في العام. اوكي، 7 ديال الناس في العام، واخا تعطيهم غير التمر تقول لهم لي بغى يدخل الاسلام نعطيه التمر، غيكون عندك اكثر من 70 في 10 سنين. فاش خرج من مكه دخل مصر ب4000 ديال الجنود. something went wrong between، شي حاجة ما بين مكة والمدينة مشات خلقت لنا هاد discrepancy، هاد لا ديفيرونس. اوكي، ومكة ريح فيها 13 عام. شكرا خويا الدرافات. إذا المعدل ديال 6 في 5 في العام، حيت الخطاب ديالو ما كانش فيه السيف، ما كانش مقبول، ما قبلوش الناس، شافوه بان هذا شي واحد حال المايك الاخوان. اتس مي سوري. شافوه بان هذا الخطاب هذا ما غاديش يهضموه الناس، ماشي سائخ، ان هذا كليشي، هاد الناس سمعوه بحال هذا الخطاب، أن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. It's boring، ما جابت شي حاجة جديدة. علاش؟ حيت ممكنش يجيب لك شي حاجة جديدة، حيت ممكن يجيب لك غير من البيئة ديالك. أوكي، خرج شوية لنومبخ تضرب على بويسونس، ما عرف شنو 3 ولا 4 ولا ماشي 3، من 4000 راه على الاقل لا بويسونس 20 ولا شي حاجه، 100000 في المدينه تبع 100000 حجه الوداع، 100000 حجه الوداع. لا، بغينا نشوفوا اشنا هي اكبر غزوه دار، هي اللي دار لمصر كنعتقد، وهي اللي كانت فيها 4000 ديال الجنود، ولا مع فوقيل البيزنطيين ولا الرومان ولا غير، باش نشوفوا الحصيله ديال 13 عام الاولى مع الحصيله ديال 10 سنين. وحده استعمل فيها السلم وداك الخطاب الجميل وما كاين لا سيف لا والو، والاخرى استعمل فيها السيف. اللي استعمل فيها الخطاب الزوين جابت ليه 70 واحد في 13 عام، واللي استعمل فيها السيف جابت ليه اللي كنعرف انا وقيل 4000 فاش دخل عمرو بن العاص دخل لمصر، دخل ليها ب 4000 ديال الجنود. إذن أشنا هو اللي تغير؟ اللي تغير هو الخطاب، كان واحد الخطاب سلمي دابا ولا خطاب عنفي. إذن أشنا هو السبب؟ السبب هو العنف. علاش كاين العنف؟ حيت الخطاب ما مقبولش، وهذا هو دليل قاطع بأن محمد ماشي نبي الله. كوكان نبي الله الإله قادر يجيب شي خطاب يتقبل بالسلم. علاش؟ حيت كيعرف شنا هو المستوى ديال 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 ساتيسفاكسيون اللي بغى الانسان، وغادي يعطيه واحد الخطاب اللي حنا في شمال افريقيا ما خصهمش يجيو عندنا، حنا غادي نسمعوا بهم كيف ما سمعنا عند اليونان عندهم العلم، وحنا في الاندلس وفي شمال افريقيا مشينا تل عند اليونان وجبنا من عندهم العلوم ديالهم وترجمناهم. علاش؟ حيت كاين واحد ليليمون ديال الاكت attractiveness، يعني كيجذبنا فيه المصلحة ديالنا، داكشي اللي دار ابن رشد والفارابي وداكشي كامل والخوارزمي وابن سينا وهذوك الناس، اش داروا؟ مشاو جابوا دوك العلوم من عند اليونان. يعني ان
أن الخطاب اللي عند اليونان أو للعلم اللي عند اليونان كان أكثر أتراكتيفنس لنا إحنا على الخطاب ديال الدين. الخطاب ديال الدين هو اللي دخل عندنا صحة، ماشي بحال العلم اللي خدينا من عند اليونان. يعني أن يكون هاد الدين هادي فيه مصلحة الإنسان. إحنا في شمال إفريقيا كان علينا، كنا غادي نمشيو عندهم ونقول لهم عافاكم، نكتبوا لهم رسائل ونقول لهم عافاكم هادوك العلوم، كيف ما درنا مع اليونان. فاش كتقرا على الرواندي وعلى دوك الناس اللي داروا البوطانيك وداكشي كله غير ترجمه ديال الحضاره اليونانيه. اوكي، يعني ان العلم اللي عند الانسانيه لا فالور ديالو اكثر من داكشي اللي جاب الدين. هذا هو اللي بغيتك تفهم الاخ، الا كنتي باقي اخ، رغم العداوه التي تكنها الملحدين وداكشي. ولكن بطبيعة الحال خص هو عزيز عليه، الدماغ ديالو ما كيبردش، خص تيخرى فيه شي واحد عاد كيرتاح وكيبقى يتصنى تادي عند شي صلعومي شي ميخي، عاد هو كيريح وكيرتاح وكيبدا. فاش كتهضر معاه بشي حاجة اللي شوية منطقية ما خص هو يمشي يتهيبنوتيزا. هذا هو النوع اللي كتفهمك بحال هذاك. قال لك تكر المش ووجد الزرواطة، قبل ما كتقولي تصب كتهبط معاه. هذا هي واحد المثال كنقوله في المغربية كالإخوان. أشبه لك الأخوصي ولا الدرافات ولا الإخوان. كاين واحد الخطاب، كاين واحد المثال في المغرب تيقول لك تكر المش ووجد الزرواطة ولا شي حاجة، باش يتعلم ديك التصب من الاول. وهذا هو باش الحياه ديال جارك تاعك هذاك والجد ديالك. هذا جات الايه قال لك انا ما عمرني قريتها في حياتي، ودخلوا بغى يبدا يتفلسف تاع على ديك تاع على داك الشيء. هو كان المشكل عنده معاش، كان عنده المشكل ديال مع ديك حريضي، هو اصلا ما عارفهاش كاينه في القران. ومنين لقى ما كايناش في القران ماشي بقى فيها وقال اوكي هذه ما كانتش في القران، ماكش كنعرفها كاينه في القران، اجي نشوف التفسير ديالها ولا شي حاجه. نو، مشى حريضي على القتال. اش قال لك؟ قال لك قاتل، ماشي هي قاتل، كليشي، فهمتي؟ داكشي اللي سمع هو وداكشي اللي عطاوه ليه جاهز. الا قالوك هادي قول هادي، الا سولك دماغك على هادي جاوب دماغك بهادي، قل دماغك بان راها قاتلة لا تعني قتالة. المشكل هو السيف ما خصوش يكون. ربما يقولك ضربو، زرق لي عينيك يزرق لك عينك، ما كاين مشكل. ولكن باش يقول لك حريضي على القتال، يعني هنا كاين السيف. فاش كتهضر مع واحد ما كتقولش ليه قتلو، كتقول ليه عصيه ولا سلخو ولا خلي ضربوه، ما كتقولش ليه قتلو، حيت كتعرف ما كاينش السلاح. دابا هذا كون هضرنا معاه غيقول لك الاسلام ما فيهش العنف نهائيا، غيقول لك الاسلام. قالها لينا واحد الشيخين، شكون هذاك الميخي اللي قالها الحين؟ جا قال لك الاسلام ما كاينش فيه العنف نهائيا، بيريد ناثين، ما كاينش العنف، كله داز بالسلم. كتقول لي واه كان راه قيل كنهضروا على اسلام اخر، اما الاسلام الا حيدتي ليه السيف حتى واحد ما بقى مسلم، حتى واحد ما غادي يبقى مسلم. كل اسلام ما انتشرش وانت كتشوف 10 سنين 13 عام الله دبر فيها على 70 واحد يتبعوا في هذاك الدين. اوكي، ايه السبب كله؟ وي تفضل خويا تفضل. لا لا، 13 عام راه فيها معجزات شق القمر والاسراء والمعراج، وتصور هاد جوج د المعجزات اللي تيتجبحوا بها المسلمين ليلة نهار داروا في الفترة المكية. ورغم ذلك لم يؤمن به الا ذاك 70 ولا 60. فوالا، هادشي اللي كيسجل التاريخ ياك ولا لا؟ شي 65 67 هما اللي امنوا به.
المسألة عندها علاقة بالغنيمة، إنسان عنده عايش في الصحراء لقى القوة باش باش يغزي الناس ويسرقهم حيث ما عندوش موريد آخر صافي، وهذا هو السبب ديال انتشار الدين. الدين انتشر بالسيف. أنا أنت كتكون في عمرك 5 سنين تقول لك كتسمع الغزوات ما تقدرش تسولهم تقول لهم كيفاش، ما يمكنش الله. هذا هو المشكل ديالنا، ما قدرناش نتصور الله ولكن عطيناه صيغة ديال واحد الإنسان، ديك ديال إله السيف على الإنسان، شي حاجة اللي أصلا ما خصك غير تحط غير السيف، غتشد غير السيف تقلب عليه في اليوتيوب شي تصويرة في جوجل شي تصويرة ديال السيف حطها قدامك وبقى تشوف فيها مزيان ودير عليها واحد العاصفة، عاصفة فكرية، وغادي توصل الخاتمة بأن ما يمكنش الإله السيف، حيت السيف عنده بزاف ديال لي زانتربريتاسيون، تقدر تبقى تكتب حتى لبعد غدا، وهداك الشيء كل شيء اللي كتكتب عنده علاقة بالإنسان. اوكي، فاش كتحط الإله السيف خصو يحيد اوتوماتيكمون، ما كاين السيف. وهذا الشيء ما يمكنش الإنسان يفكر فيه بهذه الطريقة، إلا كان راسو عام وبالخشلاع كانش يفكر في هذه المسألة، هذه كيكون الراس ديالو عام وبالخشلاع، هو عنده أسئلة وما كيجيبو لي أجوبة، بم تيقول لي الدماغ ديالك كيف كيقلب على المنطق، أرى نبلوكي هذاك المنطق ديالك. قتل قتل لا تعني قتل، ضرب لا تعني ضرب، خرج لا تعني خرج. هذا هو الدين. إذا كان هذا هو التفسير اللي غادي تعطي، راه أي كتاب في العالم تحطو عطيه نتا لانتربريتاسيون ديالك. هتلر ما كانش واحد الإنسان خيب، هتلر كان واحد الإنسان زوين. راه الفيديوهات وهذاك الشيء اللي كتب وهالناس فين ماتوا وهالوراق اللي خلاه وها كيفاش نظم داك الشيء كله وهالخطابات ديالو كيقولهم الجنس الآري والجنس السامي وداك الشيء. اوكي، ويقول لك هو المسلم، تقول لي خرج عيني، يقول لك نو شتي هادشي هذا ناثين لا، يعني هذا هو الانسان المؤدلج. الانسان المؤدلج هو اللي كيشوف لا رياليتي بالطريقه اللي كتشوفها انت، فاش كتادلجو انت هو كيعود يشوف لو موند من خلال الاعين ديالك نتايا. خذ المايك، خذ اخويا اخوصي ولا الاخوان الدرافات، شكون باقي فايق معنا؟ او دافيد، خذ اخويا دافيد. شكرا شكرا بيان لير. دابا رجعنا غير واحد 30 سنه للوراء، هذاك السيد هضر على العنف والعنف ما كاينش وداك الشيء، كيفاش كانوا كيصوروا لينا حنا كنا صغار ديك الساعه، كيفاش كنت كنقرا في التحضيري، دوك الكفار مشاكين. هادشي في التربيه التشكيليه، نورمالمون التربيه التشكيليه خصك تقرا التربيه التشكيليه، ما تقراش هادشي كيقروك دوك الكفار مشاكين، كيقول لك لون دوك الكفار مشاكين واللحيه ديالهم مشاكه هكا وداكشي، ودوك المسلمين زوينين عندهم واحد اللحيه مهذبه وزوينه وداكشي همسي. ودابا ملي كبرنا لقينا العكس، لقينا دوك المسلمين هما اللي عندهم اللحيه مشاكه ودايرين بحالكم غوفلين، ودوك الكفار هما اللي زوينين. وواحد القضيه اخرى، كانوا كيدوزوا الافلام في التلفازه ديك الساعه، كانوا كيدوزوا الافلام ديال الكفار والمسلمين وكيبان لك قطع الرؤوس وداك فهمتي، هادشي في التسعينات هادشي تقريبا كان كيدوز في التلفازه. راه تقطع لك المايك على الاخ دافيد. هو اصلا هذا الفتره المكيه بصفه عامه ما كاينينش احاديث كثيره تتهضر عليها، نزول الوحي وخديجه وفطر الوحي وتلك الفترات الاولى كلها فتره بحال قلتي
السردية الإسلامية داس عليها دغيا ضايع فوقاش بدات داك داكشي تتكونسونطرا مع الهجرة ومع الغزوات بيان سور ومع الفلوس ومع 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 وفاش كثروا الصحابة يبقى احنا تنهضروا في حجة الوداع 100,000 الصحابة بالمئات غنخليوها في المئات ما نمشيوش الالاف الفترة المكية بعض العشرات كاين تيقول 59 كاين تيقول 63 دير لها كاع هي 100 كاع انت اروندي لو شيفر 101 يلا سيدي و 13 العام 101 يعني تنهضروا على 10 في العام كاع اكثر تقدير 10 في العام وهذا الاله صفت اخر رساله ديالو للبشريه في ذاك البلاصه وداك الناس ما تيفهموش مساكن بدائيين خصو يصيفط لهم واحد الخطاب خصو يكون واحد هذاك النبي تيهضر صافي الناس توصلوا داك الخطاب بواحد الطريقه سلسه تيدخل لهم تيامنوا به بحال اللي جا شي ريح تيدخل في الانفس ديال الناس والناس صافي سي ترانسفورم داكشي اللي بغى الاله وهادشي ما وقعش في ارض الواقع وفي السرديه الاسلاميه 10 ولا 8 في العام وهادشي مضحك راه اي هداوي دابا جيب وحطو في شي بلاصه وعطى شي حاجه راه يامنوا بها 5 ولا 10 في العام اي واحد كيما بغى يكون دونك وتتشوف الفرق بينه وبين فاش مشى للمدينه وبدا تيهز السيف وكيما شرح بيا اللي عشرات سينو مئات المرات الشماكريه وكانت خدمته مياه هذيك وداكشي انا تيظهر لي هاد السرديه الاسلاميه كلها راه فاش جاوا المغول والتتار كون واحد من الملوك ديالهم مشاش الاسلام كون راه الاسلام ما بقاش الدوله العباسيه والحكم العباسي في 1200 وشحال 59 فاش هو لاكو دخل لبغداد راه مصيبه وقعت في العام الاسلامي راه كل ما كانوش المماليك فما يصرف من بعد اللي وقفوه كون راه صافي راه ما بقاش الاسلام على وجه الارض تنساو هاد القضيه هادي المغول والتتار راه داروا مصيبه فوق الارض ايوا دونك هاد القضيه هادي شنو هي حتى هاد المماليك تقريبا في 30 عام ولا في 100 عام عرفتي راه فين وصلوا كانوا في وسط اسيا حكموا العالم تقريبا واحد المساحه داكشي خيالي اللي وصلوا له في 100 عام شنو هادو تما سموهم رسول انبياء اخضافي تفضل باش ما نطولش تفضل خويا خوصي قلتي واحد القضيه قلتي حكموا العالم دابا راه الدين كل ما كانش اسلوب حكم كيبقى غير محصور مثلا في معرفه الاله ويبقى كدين ما عندوش الحدود ولكن هو مني ولا اسلوب حكم ولا كلمه تعلو فوق كلمه سيف هذاك الشيء اش كنلقاو فيه هاد المتناقضات وهاد الشيء اللي ما كيقبلوش العقل وفعلا ودابا براسو دابا حيد هاد الترهيب والترغيب اللي كاين فيه وهادشي هذا يعني انا تيظهر لي دابا هاد الوقت هذا ديال التكنولوجيا اللي وصلنا لها 25 سنه الاخرى لعبات واحد الدور في اخراج الناس من الخرافه اكثر من اي فتره من الفترات وحنا غاديين وحنا شي غادي بواحد الوتيره كبيره وكبيره بزاف يعني هاد الاصوات اللي تتبع بهذه الطريقه وهاد المعلومات اللي تنعرفوا كل نهار دابا الواحد يقدر يدخل اليوتيوب ولا جوجل يقدر يعرف بيئات المعلومات في نهار اللي شحال هذه تخصو سنوات عده اي حاجه اي موتور دو ريغيرش دير فيه اي حاجه بغيتي تلقاها بواحد السرعه فائقة أي حاجة ما يقول لك تجاهد خصك تكون منطقي في عقلك بغيتي تلقى الحقيقة وتتقلب على الحقيقة ودير واحد الليميت للحقيقة والمنطق في الرأس ديالك يعني في الأول حتى لما تتكون مؤدلاج بواحد طريقة كبيرة وتتبغيش هذا ولكن خصك دير واحد الليميت غتقول وابارتير دو هذا
وصافي لما كانش، لأن التناقضات اللي كاينه فهاد السرديه كلها يعني خصك دير واحد الليميت للعقل ديالك والمنطقة ديالك باش تقدر تكون صادق مع نفسك، سينو غادي تكون ديك الساعه هي تدافع وتتخرج عينيك وتدافع على شي حاجه اللي انت ورتيها بيان سور ثقافيا من كنت صغير، وما باغيش تخرج من داك لا زون دو كونفور ديالك، عايش في المجتمع ديالك مخرجاك تيقول لك سي الحاج ولا تيقول لك هذا، حتى عايش في داك الوسط مخرجك مزيان هذا جميل، ولكن باش يكون واحد الايمان صادق مع راسك تكون تتامن بذاك الشيء بواحد العقيده واحد الايمان اللي كنا حنا بعدا تنامنوا به. انا بعدا نهضر على راسي فاش كنت صلاومي كان عندي واحد الايمان تنقول راه المطلق تقريبا، وردتي من المطلق لواحد البلاصه داك لا زون غريز. علاش؟ إن بديتي تقرا بديتي تشوف بدا العقل ديالك تي ديتكت داك التناقضات مسائل لا منطقيه. في الاول تلقى هذوك التخريجات العجيبه الغريبه هذا، ولكن مع الوقت مع السنوات وانت تبحث وتبغي تبحث وتبغي تلقى، الا كانت هذه القضيه في الانسان وخصها تكون بواحد الطريقه هادئه فريمون بغيتي توصل للحقيقه مع راسك مع نفسك، هذا واحد المسار تيخصو يكون هادئ وما تيكونش تتبغي لا انا اللي عندي الحق، داك النفسية اللي تكون عند الإنسان المسلم أنا هذا ولو على صديقي ولو على هذا نو هذا راه اعتقاد، هذا مود دو في، ميمكنلكش تخسر وتخرج على راسك غير حيت نتايا بغيتي يكون عندك الحق، خص واحد يكون منفتح، وهادشي هذا حقا صعيب لأن في المجتمعات العربية والإسلامية متتحش الفرصة بزاف، بعض المرات صعيب باش تتاح لك الفرصة تيكون داك لي بريسيون سوسيال كولتوريل في المجتمعات ديالنا في العائله، تيكون ما عندكش داك الاستقلال المالي الثقافي عايش صعيب، ولكن رغم ذلك كاين ناس يخرجوا حتى هذا الانسان اللي تيعيش في الخارج بوتيت موا، ولكن كاين عاوتاني داك لي كونتر زيكزامبل داك الناس اللي تيكون تقريبا لا ديني في المغرب تيخرج ترجع صلعهم كبير في الخارج وما أكثره تفضل تفلتر الأخطافي. أخو سيك بلا قلتي كنت أنا كنت صلعومي تفكرت واحد القضية دابا لخدينا إلى مشينا مع هاد المسلمين في ذاك التوجه ديالهم وبالمنظور ديال هاد الإله، رحنا دابا حنا هاد لا دينيين وهاد الملحدين راه في المنطق ديال الإسلام رحنا هما المسلمين اللي قادين على الطريق الصحيح. علاش؟ حيت كنامنوا بقيم كونيه، كنامنوا بحس جمالي، كنبدو العنف، كنبدو القتل، راه بالمنظور ديال الاسلام لا قلنا زعما راه كاين واحد الطريق صحيحه في الاسلام وما فيهاش هذا الشيء. فهمتي الفكره ديالي واش وصلت ولا لا؟ وبالنسبه للقاموس، القاموس اللي كنسميه انا القاموس الذي يصرخ من العذاب، دابا قريتي القران كتلقى فيه واحد القاموس لغوي يصرخ من العذاب، الجحيم، اقتلوهم، اجلدوهم، النار، جهنم، السعير. وي الاخ دافيد، ولكن هذه القضيه اللي قلتي راه هذاك هي داك الاسلام الفطري ديال جداتنا وامنا اللي ما تعرفوا لا يقراوا ولا يكتبوا، واللي عندهم داك الاسلام الملائكي اللي كل شيء زوين. هي هادشي صحيح اللي تقول حنا انسانيين لان الاسلام تيدعي لهادشي هذا، ولكن اش من اسلام؟ الاسلام ديال جداتنا وديال مواطنا ما تعرفوا لا يقراوا ولا يكتبوا، ما عارفين والو، ادنى معلومه علميه على الاسلام اما لمشيتي للنصوص وقريتي في التاريخ وفي السيره وفي الفقه والاحاديث وفي القران ما تلقاش هادشي هذا، غادي تلقى وغادي تفهم بالله الاسلام يدعو الى شيء اخر. دونك داك الفكره اللي عندنا على الاسلام زوين وبخير، لان هذا هو المشكل دابا فاش يدخلوا الناس لهنايا للروم الاكثريه الصلاعمه اللي تتكون انسان انساني وما تبغيش القاتل والنفس ديالو ما تتبغيش
الظلم وهذا كاينين بيان سور، هو فرق بين انك ما تصبغيش وداك الشيء وان داك الشيء اللي تتعامل به تيدعي لداك الشيء، هذا هو المشكل. لان ما عارفش واي حاجه تلقى لها ترقيعه، تلقى لها ترقيعه وتيبغي يدور لها من هنا ومن هنا وتيدير داك تاخذ وخ وتيبغي يقنع راسو بلي داك الشيء ما كاينش، ولكن داك الشيء راه كاين ما يمكنلكش تحيدو. النصوص صريحه وصريحه جدا، ما نهضروش عليها مقصر، نهضروا نعاودوا ما باينه، والتاريخ يدل عليه، تاريخ السيرة كل شيء. هذا الشيء علاش هذا الشيء، هذا المشكل هذا هو اللي يجعل ان في السنوات الاخيره رجعوا هاد القرانيين اللي انا تسميهم بسودو مسلمين، باش مسلمين هي تيسحب راسهم مسلمين. دونك حيدوا السيره، حيدوا هذا الشيء هذا، لان سبات لهم مشكل كبير. والقران براسو اخترعوا له تفسيرات شخصيه لراسهم، هاد الايات هادو اللي تايا مسبه لهم مشكل تيقولوها بواحد الطريقه اخرى، تيقول لك هذه باش هذه وهذه باش هذه، ومهم راكم عارفين التتمه. دونك شنو بغاو؟ بغاو يامنوا بواحد الحاجه اللي ما كايناش، راه داكشي اللي تيامنوا به راه ماشي هو داكشي اللي كاين. راه دابا فينا المرجعنا ان كل واحد عنده دين راسه، راه تيطلعوا لنا عشرات وعشرات لهنا، كل واحد تيجي واحد الفيلوزوفي ديال الاسلام بوحدو، وميمكنش تقب حتى واحد على شي حاجه. يقولك انا تنامن بها هكا الحيضه اللي فمي، علاش انا غادي تجبرني وتاثرني في التفسير بالاثار؟ لا سيدي، انا داك ابن عباس وابن مسعود وكعب هذا ما عندي ما ندير بهم، هذوك فهموا غلط، وهذا حملوا لي اوجه وفيه بزاف ديال هذا، وانا بغيت نفهمو هكا. وهذا هو تيقول لك هذا هو الاعجاز الالهي في ذاك الرساله، انها صالحه لكل زمن ومكان، واي واحد يفهمها بالطريقه اللي بغى في اي زمن ومكان، وهذا في حد ذاته راه تبرهيش. شكرا. هاكين الاخ دافيد، شكرا خويا خوسي. دافيد خذ الماي خويا. شكرا بيان لير. انا منطلقا من التجربه ديالي، راه كنت يعني ملي كنطقتو، حنا كاملين تقريبا دزنا واحد الفتره من حياتنا كنا مسلمين وتحنا كنطبقوا الاسلام. دابا انا انطلاقا من التجربه ديالي عاودت لكم القصه ديالي، انا كنت مسلم غير بالسميه، بحالي بحال كايها المغاربه، راه بزاف منا مسلمه بالسميه، ما كيعرف لا صلاه لا والو، كيعرف غير رمضان وعيد الكبير وعيد الفطر، هادشي اللي كيعرف. ولكن ملي وصلت واحد المرحله في حياتي وليت مسلم براتيكون، كنصلي ونقوم الليل ونقرا القران وهادي، وهما يتخربقوا لي البارامتر ديال حياتي، فهمتي؟ وقعت لي وخلق لي مشكل. ودابا حتى وليت لا ديني، دابا انا مؤخرا وليت لا ديني، ما بقيتش كنعترف بالاديان كامله. عادت هنيت من بزاف ديال الهواجس، حيت ملي كتكون انت مؤمن ومسلم على الطريقه الاسلاميه راه خصك تامن بالعذاب وبعذاب القبر وبجهنم وهادشي، الا ما كتامنش بهادشي راه ماشي مسلم. ولكن ملي كتخلص من هذاك الدين كتخلص من بزاف ديال الهواجس، كانت كتستهلك لك واحد الطاقه في اليوم ديالك وانت في غنى عنها، انت بغيتي تعيش الحياه. وحنا نفترض الا كاين هذا الاله راه ما غاديش يعذبنا. وحتى بالمنطق ديال الاسلام كيقول لك انا عند ظني عبدي بي، الا كنتي الله الا كنتي كتظن به خير ما غيعذبكش ما والو، راه ما غاديش يعذبك، ولكن انت الا كنتي كتوقع. حتى في الاسلام كاين هاد الامثله، داك اللي قال لي واش بغيتي تدخل الجنه بالعمل ديالك ولا برحمتي، قال لي بالعمل ديالي، هو ياخذ واحد العين وحطها في الميزان لقاها دايره الذنوب بزاف ويدخل جهنم. يعني حتى المسلمين اللي جيتي تناقشهم بالاسلام نيت راه غادي تغلبهم. ميرسي خويا، ميرسي. المهم اللي بغى ياخذ المايك ياخذها الاخوان، وراه كيسطي ديال مو الدين، نتوما ربك ما كتوعوش منين جا الدين، شنو هو الاصل ديالو، راه كيخروع بنادم، شتي لحفتي على البخاري وحاولتي تقرا تسطى، والله تتخروع بيني. تصور لا تصور بيان لي جالس في شي بحر كتعوم، ما بيك ما عليك الدور تلقى ثلاثه يطلعوا لك من الماء بحال هكا. الماء وقعت ليا في واد لو في الشمال، غادي بحال هكا بوحدي وكنشوف التليفون، غادي درت ويتبان لي واحد خيتي خارجه حدايا وخارجه من البحر، وانا حيت كنت دماغي كان غادي مع داكشي اللي كنت كنشوف في التليفون، نيشتا بديت كنقول اوت انا فين،
حيلا جاتني غادي تخرج عند الزنطيط ديال حوتة ولا شي حاجة، وكانت بوحدها خارجة من البحر في هذيك القد، قلت او تعيش هاد الشي هذا، عيقوا كاع بهاد الاسلام ديالو. ساكل ساكل المصريين عندهم التحرش والفيديوهات اللي بانت زين قزبة ولا شي، تيخافوا على راسهم مصريين شعب متحرش من الدرجة الاولى، عيصوروهم هكا بوجوههم ويحطوهم في يوتيوب، الناس تيطلقوا. داروها لواحد المعلمة خارجة في واحد الباطو في النيل مع الأصدقاء ديال هاد المدرسة وشطحات، وداروا بها بوم كاع القنوات حطينا، ويطلقها راجلها عبر عليها ياك مازال في الله يمسحها لذا الدرب يستاهل العقوبة الله يمسخها قليلة الحياة العظيم. هذوك ما الرجال وإلا فلا، والرجال قليل. لا راه كما خدامش هو، هي اللي كانت خدامة قوتها على راسها وياه. هذا هو الزمن اللي كنعيشو فيه، هاد الخيخ صعيب يتحيد. سبايدر وومن ديك المغربيه اللي دايره الحجاب، عرفتي شحال شفت دابا من فيديو عليها، شوتس عليها، اول مراه متحجبه في تاريخ الانسانيه، في تاريخ الانسانيه اتشيفمنت واعر، مغطيه شعرها او زعما كاع الناس كاع هذوك اللي كيجريو تما، الناس ريوقهم طايحين عليهم، انت زعما غادي يخليوك غادي علاش حيت دايره الحجاب او له ما كيك بنادم حاضن على زابارونس، هادشي اللي حاضن كيبغيو ديما يكونوا هما لو سونتر ديال لاطونسيون واخا حتى حد ما داير فيهم. هاي مغربي نفس الحجاب هو من بعد فوالا، هادشي هما باك يعطيو داك كيشعلوا بروجيكتورات على راسهم وكيقول لك لا راه شاعلينهم علينا، فهمتي؟ هما شاعلين البروجيكتورات على راسهم. المرأة غتحيد الحجاب حيت كون ما كانش عندها الحجاب ما غاديش تبان، هي ولات هي الواعره فيهم. ايوا راه كانوا قالوها على ميسا سلامه، كانوا قالوا على ميسا سلامه فاش كانت هي محجبه ودعيهم للاسلام وهذا، هي في الاخر تقلبات. دونك ميسا سلامه مغربيه، سلامه الناجيه صاحبي نسيتي؟ لا ما كنعرفهاش. هذيك اللي كانت مع البي جي دي ولا ما عرفت، كانت تتعاون البي جي دي وكانت تخرج في تيك توك وكدير في داكشي ديال كورونا. كانت لا لا كانت كتهضر في السياسه وفي كلشي، في الاخر هي تخرج لهم جود، حيدات الدره وداكشي وخرجت لهم جود. كانت لعبه متدينه، ما عقلتيش دير ميسا سلامه الناجي، كتب ميسا سلامه الناجي ولكن عاوتاني قال لك، ولكن عاوتاني قال لك كيجسوا بها النبض، هي غير خدامه، غير زعما ماشي هي خدامه موظفه، كيجسوا بها النبض الراي العام. شحال عندنا ديال الملحدين، شحال عندنا ديال هذا المتاسلمين، ولات متاسلمه ولات ملحده، من بعد غيقولوا ليها على حسب لو شيك. هادشي اللي كنسمع على حسب الشيكات. دون تو لي كا هما بروجيكتورات ما شاعلينش عليهم وكيشعلوهم على راسهم، بحال اللي قلتها البارح ولا البارح فين كانوا ميطلع ليكيب، طلعت ليكيب ناسيونال متاهلوا لا كوب، علاش ما خرجوش ديك الساعه بديك الهضره دوك الشيوخ؟ حتى شي واحد داك النهار ما قدر ما جاوبنيش علاش، حتى دازوا للدور الثاني عاد خرج النهاري والخالدي وعاد خرجوا الشيوخ. زعما اش بان لك في هذا الشيء اخايبي ليا، علاش ما خرجوش قبل؟ كيفاش كيتسناو؟ ماشي نوع من الركوب على الموجة أو يشعلوا البروجيكتور على راسهم؟ أنا جو كخوا النجاح الدرافات، النجاح ديال العيادات عيطي لهم المرض
ديال كلشي يمشي للسبور وكلشي يقتدي بهذوك اللي كلهم ما تجباش ريجات وما دايرين لا حجاب لا والو. هذيك هي اللي شعلات فيهم العافيه تيتخلعوا هما من النجاح سورتو ديال البنات. لا انا كنشوف وراه ما عندنا قضيات في المغرب وبيلوطات تفضل بيا لي هذوك ما جاوهمش منهم غير الحاجه الوحيده اللي بقات عندهم يفتخروا بها هو الاسلام. ما قدروش يفتخروا لا بالتكنولوجي لا في حتى شي حاجه. وشنو بقى لهم؟ ما بقى عندهم والو. العالم كل شيء فاتنا في كل شيء بقات لينا. شنو خصنا نبقاو نفتخروا بالاسلام؟ دابا ولات واحد لاموض هي القران، الايات قرانيه في خدامه في الشورتس وداكشي ديما ايات قرانيه. كيف تخرب بالاسلام؟ كيف تخرب بان احنا احسن منهم حيت احنا مسلمين؟ وهذا هو اللي بقى لهم. قال لهم هذا الاسلام كيف تخرب به واحد النار غادي يقولوا حتى الاسلام ما بقى ما نفتخر على الناس. هذا هو فين كيلقاو الفخر والعزه ديالهم وداكشي. على دي دابا دات هذا هو اللي جاب لي هذاك الاهميه من جميع البنات اللي لعبوا في ليكيب ديال المغرب. الوحده اللي عندها بيبليسيتي تقريبا الوحيده اللي داروا البيبليسيتي بزاف هي هذه مولات الحجاب. اذا هذه ما غاديش تقدر تخلى على هذاك الاهتمام اللي خدات الحجاب ديما غادي تبقى لابسه. ودابا شكون يبدا كيدير بيبليسيتي لهذاك الحجاب؟ هادوك الناس اللي في الشرق هما اللي مصدعين الدنيا. الحجاب ما الحجاب وكل شيء داروا في الاذاعات ديالهم مغربيه كتلعب بالحجاب وداك الشيء. وعطينا للسبان كو كان المغرب خسر كون كاع ما يهضروا. دابا من شافوه ربح عاد بداو تيقول لك وانا ري وعلاش البنات يلعبوا خصهم. كون خسر كاع ما يهضروا. وقلنا لكم هذه الثقافة ديال الموت. اش خصك دير؟ الخدمة ديالك هي تبقى تغزي في عباد الله، تنوض صداع الحروب خاصمات. قلتي لنا جبتي لي لي شورت فيديو مشيت تنشوف تيك توك مطليب ديك الاخوانيه. الاخوانيين وصلت على النبي وسبحان الله كاين سبحان الله والله اكبر اللي قرا هذه الايه تكبير صلوا على محمد وعلى ال محمد. الا صليتي على محمد راه عندك 20 حسنه لازم تصيفط. تخربيق هل تعلم؟ وهذوك اللي تيبداو بهل تعلم؟ هل تعلم انك اذا سبحت مع الرعاه الصباح اش غيطرا هذاك تسبح ما تيطرا والو. ياك ولا لا؟ قرا لي كومونتير، قرا لي كومونتير. الحمد لله. القلوب وناري والقيامة نايضة. نعمة الاسلام. نعمة الاسلام اصاحبي. الحمد لله على نعمة الاسلام. تيجيبوا لك شي واحد شي خرصه في نيفو وحده في حاجبه ودير له شم وداكشي وشي واحد كيحطو حداه مسلم كيقرا القران ولا كيودان ولا شي تكتبوا عليه هذا مسلم وهذا كافر. زعما شكون اللي الحياه ديالو مزيانه؟ ما تيبينوش ديال مصر اللي عندهم جوج دينارات ديال الصلاه في جبهتهم وتيشبع البوع تيبينوهمش. راه كان شحال هادي عقلتو على واحد القيطه تيجيبو واحد المومياء مجلده وميته وتيقول لك هاد البنت هادي قطعت القران وشنو دار ليها الله. الله. وتيجيب لك فوتوشوب فوتوشوب هادي الامام بحال الميت مزورينه بداك فوتوشوب تيقول لك الملحد مازال حي وديما تيقتلوا فيه شاك كل عام تيقتلوه كل شهر فهمتي خاص يدبروا عليه تيدبروا به على لي لايك
وليفي قال عادل الامام هو لا بيرسون اللي عندها بزاف ديال فين ما مشيتي كتلقاه. وقيل هو العربي اللي عنده بزاف ديال الكليبات والفيديوهات الروينه منوض ف وانتوكا هو اللي لاباس عليهم فيهم كاملين هو اللي كان لاباس عليه هو اللي فيه لاباس عليه فيهم. وانا كانوا غيضربوا شي 3 سنين ديال الحبس ولا ما عرفاش داك الشيء ياك فين في هذا الانقلاب ديالهم الاخوان ديال الربيع العربي ولا ما عرف ديال الربيع العربي اه كانوا غيهبطوا عليه كانوا غيهبطوا عليه وقيل تدوزوا المحكمه كاع وداك الشيء وقيل قال لك زعزعت عقيده مسلم ولا شيء كانوا باين يجبدوه كما يجبدوش هو قال لهم بالبلال ابن النص ما يصار عزيز عليه أيوة إلى العالم العربي كله عزيز عليه وما دخينا ولكن عنده ذاك الانتقاد كدير خطارة كان جريء في الأفلام ديالو على الفساد ولا ذاك شيء حتى على الدين وسيرتو الدين على ذاك اللي غتمشي للجنة قال لي أنا بغيت نبقى هنا ياك اللي كنا خلال الجنة انا بقى خسر ولا انتم بقاو لا قالوا لي عاد تفرقع قالوا انتم علاش قال لي خسر انتم انا بقى انا كاين هذاك الارهاب والكباب اللي مشى يجيب شي ورقه من المقاطعه وغرق في الطوفان البشر حقت يعني هذا دخل عند إخواني ولي موظف السيد ما بغاش يسالي من الصلاة يسالي الصلاة ويجي يعاود يسد انتي واحد قيته ويدور فيه قال لي حتعيط من الإيمان وهاد العيبة بحركة تسقل ضده أنا درت لك ميسة سلامة الفوق باش عقل عليها هتشوفها تعقل عليها مشهورة هي كانت طلعت مع جي بي شريف جابر في الألمان إخوانية وتتنطح وتدفع للدين مع شي بوت صوانية في الأخرى تلوح الفوطة اش من رادة منش منش قال لك قبيلة راه حيدوا الراد اش من راد ترى ما كاينش الراد في الكلاب هاوس ما عرف ما المنش علاش كيهضر حيدوا الراد لا وراه كيسحب التيكيتا هي الريد الريد راه خصك غير تابونا وتحيد لك الريد كيسحب راسه في البالتو حيت واقيلا البالتو كدير شي واحد الريد كتخليك مريح ما يقدرش يهضر ولا شي حاجه ياك هادشي كيتنسى بالخف هادشي اللي كان في البالتو ياك كانت فيها هو طلع فينا ولا دابا مزيان دابا مزيان سي راه ما كاينش الريد فهمتي اللعيبه وعاد فهمت دابا راه شوف دابا راه واش انا بيان لي رو كومبروند راه غادي نفهم وغادي انا البالتو لا في البالتو كدير شي واحد الريد وي هادشي اللي وعدا شكرا لكم كملوا الهضره ديالكم اسمحوا لي بزاف ولكن راه ما عرفتش كيفاش انا واش غندخل بالفيسبوك ولا غندخل باش نو ولا هادي ولا اوكي واش في البالتو اخوان كانوا دايرين لي حمار نص قال لي حمار عرفوا دوك السبيكرز اللي كانوا كيلصقوا لك هذا باغي بغيت نسولك استاذ بيانلير زعما راه عرفتي والله الا كننعس على صوتك وكنفيق على صوتك وداك الشيء احتراماتي وكنستافد بزاف كننعس على صوت الشيطان على صوت الشيطان ونفيق على صوت الشيطان مزيان كل شيء مزيان والله الا وكنستافد منك بزاف غير هاد المساله ديال الحجاب اللي هضرتوا عليها دابا واش استاذ بيا اللي ما كتدخلش في الحريات الشخصيه يعني ان بغيت تلبس الحجاب تلبس الحجاب فين هو المشكل
غير في نظري زعما الشخصي وصافي. اوكي مزيان يا غير خصنا نقولوا ما علاش علاش همني نجا الحجاب هذا هو اللي كاين. اما مشغلو مع حنا غنمشيو نحيدو ليهم من فوق راسهم زعما دابا لو واحد دابا. ولكن كاين واحد الانضباط دابا بنادم كيلبس راه ضروري هي لابسه الحجاب من الفوق ولكن لابسه الشورت من التحت مشكله ما تقدرش تدافع عليها. اللهم اطلب الشورت من التحت ولا تبقى مغطيه كامله خلينا نتمتعوا. حبت من والله الا مشاكل لما شريت نزه دابا يا سيدي قال لك استاذ بيالير راه واقيلا داير داك الحجاب راك عرفتي كيديروا الناس الماسكات ولا كيديروا الكاسكات ولا شي حاجه ربما مضروبه في راسها ربما قرعه ربما فهمتي ما تعرفش شنو كاين دابا تحت الحجاب تما الله اعلم. راه كاين اللي عندهم شعار زوين كيهبل ولكن خاشينو في الشيفونه ميد ان تشاينا. لا هو المرأة طالما كتفكر بهذيك الطريقة لحقاش الحجاب ماشي غير الحجاب. الحجاب هو أولا واحد المرأة مغتصبة في حقها يعني البيرسوناليتي ديالها كتكون عندها البيرسوناليتي سوبميسيف. اوكي اذا المشكل ماشي غير على كتغطي شعرها تغطي شعرها الا بغات ولكن الكاركتر ديالها كتكون سبميسيف. ولكن كنشوفها استاذ بيالير كنشوف بنات مثلا هنا عندهم ديك الثقافه ماشي واحد النوع ديال زعما ديال اللباس فين هنا فين زعما في اوروبا انا كنعيش في المانيا ياك وكيديروا حتى هما كيلبسوا شي حاجه هكا كيقول لك راه سي اون فاسون زعما باش ديال التجميل ولا ديال اللبس معين ولا فهمتي يعني هو سي تان شارم باش وحده كتغطي غير نص شعرها وحده كتغطي كاع الشعر وحده هادي وكتلصقوا عاوتاني مع يعني كاين شي تنسيق في اللباس ديالها كتقول لك بان راه لا مود فهمتي كتمشي لا مود. لا مود دابا راه تقدر دير الحجاب تقدر دير شي دفرات تقدر تحيد غير نص شعرها تقدر فهمتي وسي لا مود فهمتي اش بغيت نقول لك ماشي راه سي لا مود ربما ماشي ضروري انه تابع للدين ولا ما تابعش للدين هو سي شي فاسون هكا اللباس الحاجه ديال خالف تعرف فاش كتكون في واحد البلاصه وانت اللي كتختلف على الناس كتكون لا طونسيون عليك انت كيكون الاهتمام بك انت الا كنتي كتختلف على الناس فهمتي بحال شي واحد الا بغى يدير شي حاجه كيلبس شي لبسه اللي كتختلف على الناس كاملين كتكون باينه شي حاجه ديال التطور هذيك استاذ بيانلير يعني شي حاجه ماشي مساله كتبقى شخصيه وكتبقى يعني ابداع دابا الابداع ما كيختارش فيه الانسان لا هو ما كنهضروش عليه الا كان ابداع كنهضروا عليه الا كان ابداع كتكون الشخصيه ديال الانسان متحرره ولكن الا كان عنده علاقه بالدين هنا فين كيتطرح المشكل فهمتي حيت صعيب على المراه تغطي المحاسن ديالها حيث بيولوجيكمو هي مخلوقة باش تبين المحاسن ديالها فهمتيني باش يكون الميتين إذا إلا ضحات بهذيك المسألة يعني البيرسوناليتي ديالها كتكون ضعيفة. علاش؟ حيت شي حاجة اللي بيولوجيكمو عزيز عليها ديرها ولكن خصها تحترم راسها خصها تلبي الرغبة ديال الآخرين بحال هادشي ديال الحجاب. انا عندي اختي حياتي كلها ما عمرها لبسات الحجاب سولتها قالت لي ما تقدرش تخرج دابا بلا حجاب الا خرجتي بلا حجاب الناس كيبقاو حاضينك انت اللهم قالت لك كتلبس الحجاب وكتدير راسك ما بين الريوس وكصافي يعني ولكن دابا هاد الافكار هادي قديمه ديال ان المراه كتلبي يعني ما هو فطري فيها ولا يعني خصها كتلبس باش تربي الرغبه ديال الرجل الفكر الانساني دابا تطور شي شويه ماشي شويه بزاف
ولا ما كي المرأة ربما وصلت لواحد المستوى ديال انها حرة، فهمتي؟ يعني حتى كما قلتي، يعني واش فطرة فيها انها خصها توري المحاسن ديالها؟ انا ما كنظنش بان المرأة دابا المتحررة واللي كتفكر كتقدر تلبس كاع اي حاجة، ما واخا تكون انجينيور ولا تكون مثلا ميدسان ولا تكون شي حاجة، كتلقاها كتلبس عادي ما كيهمهاش ديك داك علاش؟ لان تجاوزت هذيك الفكره ديال المراه وانها مراه وانها يعني كل شيء ساسباس او نيفو دو لا تيت. انا كنظن استاذ بيالير بان ساسباس او نيفو دو لا تيت، ملي المراه دابا في هذه المجتمعات المتحضره والمثقفه وهذه ما بقاتش كتهتم بديك المساله ديال انها توري المحاسن ديالها، كتشوفها فكره تقليديه. انا كنظن دابا متفق معاك، المرأة ديما كتبغي توري المحاسن، ماشي ديما، لا ماشي ديما، إلا وصلت لواحد المستوى معين فكري ياك. أنا هذا هو اللي بغيت نقول لك، حتى هي كتحرر من ديك ما يسمى بالأنوثة فيها، ولا خصني نعرض المعارض ديالي ولا نصبغ ظفاري ولا نصبغ شعري ولا كتحرر. ولكن هذيك كتبقى واحد الفئة قليلة في المجتمع، هما ديك الناس اللي تيكون وركوهوليك، تيكون مدمن على الخدمة ديالو حتى لدرجة أنه بحال زاكربيرغ مثلا. نعم، كيلبس نفس القميجة نفس السروال نفس، ما كيبقاش خصو هو يتضارب مع أش من كولور خصو يلبس، وداك الشيء بحال أينستاين نفس الشيء، كيمشي كيشوف الحوايج باش ما يبقاش يبرزط راسو. وهذيك الفئة كتكون قليلة في المجتمع، وقيلة 1% ديال المجتمع هما اللي كيكونوا انفولفد بزاف في الخدمه ديالهم ولا داكشي. يعني الحكم ديالنا يعني ما نقدروش نقدروا نقولوا ما نقدروش نلقيو على اي شخص، واخا فيه الاقليه، واخا الاقليه، ولكن راه الاقليه حتى هي يعني كندافعوا على الاقليات، راه حتى هي عندها حق في المجتمع، في التفكير عندها حق، فهمتي؟ في اللباس عندها حق، في العيش عندها. وي، ولكن هادوك الناس كيلقاو ساتيسفاكسيون كيعمروها بشي حاجه اخرى. بنادم تيكون الدماغ ديالو عامر بحال الا كتشي واحد خدام في شي لاب ولا شي، كيكون الدماغ ديالو عامر، خصو يخدم تما وخصو يمشي للدار ويبقى مع الخدمه. هادوك الناس هادو كيكون عندهم شي تيكونوا فيزيونير. باش كتكون فيزيونير بحال قلت ايلون ماسك ولا زاكربيرغ ولا، فاش كتكون فيزيونير كتنسى كل شيء. علاش؟ كيكون عندك واحد الحلم اللي كي يلتهمك، فهمتي؟ صافي، وكتنسى كيفاش بحال اينستاين ديما مشاكك، شي غيمشي ويشوف راسو في المرايا ويشوف كي داير، دماغه ديما خدام كونستامون. ولا زاكربيرغ ولا ايلون ماسك الدار ديالو كتسوى 50,000 دولار، عايش في دار كتسوى 50,000 دولار، وباش يمشي للدار الخدمة احفر تونيل خاص به بوحدو كيمشي فيه باش يمشي فيه للخدمة. وهذا هو الانسان اللي كي الناس اللي واعرين مخلوقين بحال هكاك، بنادم عنده فيزيون فيه انتبنت، وداكشي اللي كتفكر فيه انت كاع هو تخطاه بواحد لها. والشي كتكون أقلية قليلة، ولكن المرأة والمحاسن ديالها بحال النبي محمد، بحال النبي محمد حتى هو دار واحد الخندق، بحال حتى هو راه دار واحد الفكر معين اللي بقى عايش وبقى مدة طويلة. يعني دار واحد، ماشي واحد الفكر معين، هو دار ماشي حفر في الأرض، هو حفر في السماء وحفر في الأرض وحفر واحد السيف معين، ماشي واحد الفكر معين، واحد السيف معين، هذا هو اللي جاب، ما جابش فكرة، جاب فكرة السيف. راه شي واحد قبيلة كان كيهضر وقال لك فاش دخل سوريا ولا العراق دخل عليهم بالسيف، قالوا لي انت داخل بالسيف، هذا الشيء معمونا سمعناه من عند الأنبياء أن نبي دخلها السيف على عباد الله، وقالوا لي ما عندنا، شكون هذا اللي قال هذه القضية؟ فقيل هذا الصباح شي واحد هضر عليها قالها. وفعلا إذن هنا هي المسألة، ماشي بيالير كيقول بأن ماشي الوسيلة هي المهمة ولكن الغاية. هو شنو هي الغاية اللي غادي توصل لها بالسيف؟ والغاية هي أن يعني أنك تنشر واحد الفكر معين،
راه حتى مثلا ماو سيتونغ حتى هو راه شحال قتل من الناس وشحال ماشي غير كامثله وصافي تاريخيه ولا ستالين ولا ماركس ولا راه ولكن كتهم الغايه ديالو القضيه المحمد يعني مشى الفكر ديالو نعم ولكن كنظن نشر غير المعتقد بدون فكر ولا كان الفكر غيكون فكر نيجاتيف لا هو راه المحتوى ديال الفكر كله راه كيضم المعتقد كيضم يعني فكره معينه ماشي سالت علاش حنا كنسميو الفكر دائما غير الفكر ديالنا حنا هو الفكر وماشي الفكر يعني ما لا الفكر نعم. الفكر هو الفكر خصو كونديسيونيل خصو يخدم المصلحه ديال الانسانيه حنا دابا ما كنمشيوش نشدو شي فكر كيخرب وكنقريوه لولادنا اوكي ولكن الإسلام دابا لو انتشر دابا سيبوزون بأن هاد الفكر الإسلامي انتشر خليك معايا أستاذ بيهلير انتشر وكل شيء كاين غتكون عندنا فكر معين غادي يعيشوا عليه الناس كاملين وغتكون يعني فيه فكرة معينة كنعيشوا بحال العلمانية بحال الديمقراطية بحال الإسلام بحال اليهودية بحال المسيحية فكر واحد كاين إنساني عام مثلا غنبقاو عايشين الناس عليه وما نقدرش نقوله بان راه ماشي هذاك فكره لا سواء انتشر بالسيف ولا انتشر بالسلام او انتشر بالفكره هي فكره معينه فقط فكره الاله مثلا والتوحيد وهذه اللي دعا عليها محمد ما عاديه يعني لو كانت الانسانيه كلها كتعيش تحت منها وكتعتقد بها ماشي كل مشكل غيكون لا قتل لا والو في نظري انا وي ولكن نسيتي شي حوايج الاسلام فيه الطبقيه والعصرية يسافي خارجي ولكن هالطبقية وهذا جديد هذا عاد جديد هذا أنا عاد جديد أخوي اسمح لي أوكي ما لا يلحقش خاص هذا بيكمل الجملة لذا فيه الطبقية وفيه العصرية وفيه حكم أهل الدبة ما كايلاش هذيك اللعيبه ديال الاسلام اذا كان عاب كل شيء يعيش زوين يعيش زوين هما المسلمين كومونسو بالقريشيين اللي كاع اللي عنده كليه ديالو بالقريش هو الاول ولتحت 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 العجب والناس اللي يسلموا وبعد تيجيو اهل الدبه تيخلصوا وحادين راسهم الارض والبراء مخشيه في الدار هذا ماشي العالم ما يعيش زوين العالم ما يعيش أحقر أيام حياته إذا مشى تعب الإسلام للكرة الأرضية كاملة راه ما يمكنش تقول لي الفاشية ممكن يجي منها شي حاجة زوينة امبوسيبل وفاشية خايبة عندنا الأطفال ما عندهمش الحق المرأة ما عندهاش الحق وباش أنا أعيش هنا أنا أعيش في القهرة في الشرائع ديال يبغى فيك شي واحد الخدمة يشهد فيك بربعدنا يخلص بعض الناس يجيو يصدموا عليك ولا يقول لك شفاط يقطعوا لك يديك والسرقة هي عامة في البلدان كاملين من قديم الزمان من بداية البشرية شنو يولي عندنا حنايا الشعب ديال المعوقين ما قدر لا يخدمنا والو كل شي محيد ليه يدو ولا محيد ليه جوج والجلد في الزناقي دو الناس يمشي يفعود ما يخرجوا السينما ولا المسرح ولا السبور ولا البحر ينوليو حنا بحال السعودية وإيران نهار الجمعة ولا نهار الحد يمشي ولا الساحات العامة باش يشوفوا الجلد وقطع للدين هذا هو الإسلام راه ما كاينش هذيك ديال كون عام ما يكون فكرة هو ماشي فكرة هو ينون دوكتخين هي اللوا غوليجيوز قانون ديني ما يمكنش يكون زوين ويخذ الكريمة أخويا أولا شكرا ولكن يعني أنا كنظن شخصيا بأن الفكر الإنساني عامة أو للإنسان عبر التاريخ دائما عاش في الحروب ودائما غادي يبقى في الحروب وكيبقى في الحروب وكتبقى مسألة اللي مسألة باش نتساوى كاملين وباش يكون عندنا ما كاينش شي واحد فقير ما كاينش شي واحد كاين طبقية الطبقية موجودة في أي عالم في أي يعني مجتمع على اعتبار ان طبيعه الانسان ملي كنهضروا على الطبيعه الانسانيه كنهضروا على ان واحد احسن من الاخر وواحد اقل من الاخر وخص الحركه الدور واحد خصنا المدير لان اذا كنت انا من الحمير والاخر من الحمير خصنا اللي سوق الحمير خصنا المدير فالمساله طبيعيه جدا هي ان حتى الطبيعه ملي كتشوفها كتلقى بان واحد كياكل الاخر والاخر كياكل الاخر باش كي باش باش كتكون واحد الاستمراريه ديال الطبيعه
والسبع هو السبع والقرد هو القرد والأرنب هو الأرنب. يعني مسألة اللي هي ما نقولش إلهية ولكن نقول طبيعية. الطبيعة هي اللي كتحكم للوادي لها مش احنا اللي كنحكموا الطبيعة. فأنا هذا هو نظري. أي قانون تقدر تطبقه أو تقدر تدير فيه المساواة وتدير فيه هذه ولا تدير فيه أي حاجة بغيتيها أنت ولا تدير أسماء سميتموها هي الديمقراطية راه ما يمكنش مع الإنسان ما يمكنش مع الطبيعة ما يمكنش لأن الطبيعة تختلف فيها ألوان مختلفة فيها أفكار مختلفة فيها قوي وفيها ضعيف وفيها يعني التصور ديالنا كيبقى دائما نسبي ولكن الطبيعة هي المطلقة. هي اشنو علاش مطلقة يعني اش كنقصد بمطلقة كنقصد بها انها مختلفة. انا هكا في نظري كنظن في نظري الشخصي المتواضع واحتراماتي ولكن انا كنظن شكرا شكرا لا باش ندفع نتمنى نتمنى تكون الفكرة وصلت زعما شنو بغيت نقول. وي راه فهمتك مزيان شكرا شكرا قول خويا اكيليس ومش منش كنتي كتجي لهنا منش قبل نو لا جيت غير البارح البارح اللي جيت اخويا بيان لير البارح لاول مره جيت لاول مره كاين واحد الاخ منش كان كيجي عندنا البالتوك وكان كيجي حتى لهنايا عندنا في كلاب هاوس. دابا الفكر خصو واحد لا كونديسيون خصو يكون بوزيتيف خصو كي تكون فيه مصلحه الانسانيه. نعم ولا ما كانتش فيه مصلحة الإنسانية كيتنسى مع الوقت ما كيبقاش. علاش؟ حيت الإنسانية كتقلب على المصلحة. دابا الفكر اللي ما كيخدمش مصلحة الإنسان كيحيد بحال الشيء ديال النازية مشى ما بقاش. يقدر مرة يجي يطفو ولكن ديما محكوم عليه بالعدم خصو يحيد. علاش؟ حيت ما غاديش اللي كيعطيه الوجود والحياة هو المصلحة. إذن الفكر اللي ما فيش المصلحة الإنسانية محكوم عليه بالعدم بالفشل. إذن هاد الشيء اللي جاب الإسلام محكوم عليه بالعدم. غير القدسية دياله وهاد الشيء ديال حرية المعتقد هي اللي جعلته ينتشر بهذه الطريقة هذه. إما هو محكوم عليه بأنه ما غاديش يبقى فكر. علاش؟ حيت ما كيخدمش مصلحة الإنسان. داكشي علاش دابا السعودية كتحاربوا مصر كتحاربوا المغرب كاع الدول بداو كينقصوا من ديك من الإسلام وديك الدعاية الإسلام وداك الشيء. إذن الفكرة هو اللي كيخدم مصلحة الإنسانية. إذا كانت فكرة زوينة راه عندنا أفكار جاو من عند أفلاطون ومن عند سقراط وباقي حيين للدابة. وعندنا فكر بحال ديال النازية جا ما دوش فيها 30 عام صحيحة ومشى ما بقاش. إذا الفكر كيكون كونديسيونيل تقدر تجيب واحد الفكر ديال التشرميل ولكن دابا الإسلام واش الناس كيعرفوا فيه بأن راه فيه التشرميل؟ عاد كنت كنسمع لذاك داك الميريكاني العزيز الصلع اللي ديما كيديروه أسميته هذاك ديما كيهضر على الإسلام وقال لهم الإسلام القرآن ما فيه حتى شي حاجة كتدل على العنف ولا الإرهاب ولا أسميتو هذاك العزي واش تايسون تايسون اه تايسون تايسون نو 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 هذا كوميديان ومن الكوميديا ولا كيدير هذاك فاميلي فيود ولا شي حاجة كيجيب عائلة مع عائلة راه ستيف هارفي كيهضر ديما كيشكر الإسلام وديما كيشكر واليوم شفت ليه واحد الفيديو كيقول لهم بأن كاين شي ناس كيستعملوا الدين وكيستعملوه بطريقة خطأ وكحنا كنشدو كنحكموا على الدين كامل. هو يقول لهم في الأخر دين الإسلام القرآن ما فيش العنف نهائيا none whatsoever بحالكم ما فيه العنف نهائيا. وخليت لي خليت واحد الكومنت تما ما حضرتيش لهذاك الفواياج ديالو لدبي باش مشى للامارات مشى لدبي وتهلاو فيه وراه جاب ملايين صحاح جاب ملايين دولارات باش حتى هو يدير بحال اندرو تيت حتى
حتى هو باش يدير ل... يدير ل... البروموشن البروموشن الاسلام فهمتي. حتى دابا دابا عرفتي دابا الخليج توجه الانفلونسرز اللي الاجانب اللي ما عندهمش نهائيا علاقه بالاسلام ما عندهمش تاريخ في الاسلام وما تزادوش في الاسلام دابا قلبوا قلبوا فهمتي يعني بحال ولاو سوفيستيكي ما بقاش غير حسان والعارفي وفهمتي مدورين الملاير وجالسين كي جالسين كيدخلوا الناس الخرافه وداك الشيء نو دابا ولاو حكي بروموتي وحتى كي فاينانسي وحتى حتى دي اعلاميين بحال هكا في الخارج كيصيفطوا بزاف ولكن اللي اللي قبل الدعوه راه كيجي كياخذ الشيكات ديالو كياخذ المسائل ديالو وكيمشي وكيدير كيدير الدعوه بهذه الطريقه هذه. أفينا منش؟ لا أنا أخويا بيالي رأنا أجيد الاستماع يعني أستفيد من شخصيكم الكريم. لا لا أنت مبقاش تقول لي يا أستاذ وديك شخصيكم عافك. لا لا شو أنا أنت شخص صاحبي راه أنت تفيد العالم يعني الدور ديالك باش نقول لك أخويا بيالي نقول لك ما نقول لك أستاذ نقول لك أخويا ولا نقول لك صاحبي. قول لي يا أخويا قول لي يا أخويا أنا ما قلت أرى تفيد أنت تفيد العالم يعني تفيد يعني أفكارك دابا جبت لي واحد مجموعة الأسماء أنا ما كنعرفهاش وسجلتها في واحد الورقة خصني نمشي نقرأ على هاد الأسماء هذه اللي قلتي لي خصني كنتعلم منك. الأسئلة ديالي كتكون بريئة شي خطرات وكتكون أنا إنسان عادي متواضع بسيط وكنستافد كنستافد ولكن ملي كتعطيني واحد النقطة ولا واحد سميتو كتبقى تدور لي في الراس وخصني نمشي نبحث عليها. عطيتيني أسماء دابا مثلا خصني نمشي نبحث عليها. شكرا جزيلا لك يا أستاذ بيالير الأخ بيالير احتراماتي. لا غير دون أستاذ مي غير ما تقولش يا عافاك ما تقولش يا أستاذ كتجيني في شكل هاي كنعبروا على الافكار ديالنا ما فيها لا الاستاذيه لا والو. اوكي لا ولكن هو هذا الدين هو ماشي فكر هو فكر ولكن فكر ما قدر يكون فعل انسانيه في هذاك الوقت قدر يكون الانسانيه بغات تلقى شي صله وصل لهذوك العلوم وكان السيف هو اللي شد هذوك العلوم وعطاهم دوزهم من عند الله. دابا خويا بيالي انت واحد الاشكاليه يعني واش الدين في نظرك هو شيء محتمل انه يتحيد عبر الزمن ولا راه ما يمكنش يتحيد؟ علاش؟ لانه هذا المخدر هذا ديال الدين واش غادي ما يمكنش لان دابا الأغلبية راه هو كدواء يعني راه تقدر تحسبو هو شر يعني سيف له حدان يعني فيه الخير وفيه الشر. الناس البساطة وداك الشيء راه عايشين به ويمكنش واش غادي السؤال اللي هو واش غتوصل شي وقيته بأن ما يبقاش شي دين في المجتمعات في نظرك؟ كتظن بان هاد المسيحيه وهاد اليهوديه والاسلام وهادي غادي تحيدوا من المجتمعات وقت ما او ما يمكنش او غادي يبقى ولا هي مرحله انتقاليه فقط ولا كيفاش في نظرك؟ لا دابا اللي كيقولوا الناس دابا حيت الارضيه اللي نشات فيها هاد الاديان كانت الارض هي لو سونتر ديال لونيفير. إذن هاد الإله الوهم اللي صنعوا هو إله صنعوه ان فونكسيون ديال لا ديمونسيون اللي كيشوفوا اللي هي بأن الأرض هي لو سونتر بأن النجوم غير مصابيح وداكشي كامل. دابا هادشي اللي كيقول أينشتاين يقول الأرض مسطحة وي
إذن هذه الأديان كلها كانت مبنية على هذا لاباز، هو أن الأرض كان غير الأرض والقمر والشمس. دابا الإنسان ولا عنده الفيزيون ديالو الوجود ولات كبار من داك الشيء، وكيقول أينشتاين بأن غيكون الدين ما عمره غادي يتحيد، والإله يقدر يتغير، وإلا تغير غادي يعود واحد الإله كوسميك. ما عرفناش كيفاش غادي يكون هذا الإله، ولكن غادي يكون كوسميك، حيت هذا الإله ما بقاش خدام، ولا كيبان واحد الإله ديال واحد الأرض وواحد الشمس وواحد القمر، وهذا الشيء اللي كاين. دابا كنعيشو في واحد لو موند انفيني، اذا غادي يكون عندنا واحد الاله كوسميك. الا بغى شي واحد يغوغليها راه غادي يلقى اينشتاين وداك الشيء اللي قال. المساله ديال الدين مساله ماشي المشكل ديال الدين، المشكل ديال الفهم للدين هو اللي عندنا معاه مشكل، ماشي المشكل مع الدين. الدين ديما غادي يبقى، الانسان ديما حر يخلق واحد الاله وهمي، ما يمكنش تقول ليه انت جيتي وما خصكش تخلق لك واحد الاله ولا تمنع الخيال ديالك انه يصنع لك اله، ما يمكنش تفرض على الانسان. كاين الناس اللي كيبغي يعيش مع شي قوه ولو وهميه، ولو غير تجيب ليه شويه ديال لو كونفور، ما يمكنش تمنع الانسان يقلب على لو كونفور ديالو. غير هو خص الدين ديما خصو يجيب كل شيء بوزيتيف، ما كيجيب حتى شي حاجه نيجاتيف، ما عندوش ان كو. هذا هو المشكل اللي عندنا مع الدين. الدين عندنا إليكوت، كياخذ لك الطاقه ديالك، الوقت ديالك، الاهتمام ديالك، كيخلق لك عقبات في الحياه ديالك. ماشي هذا هو ماشي هذه هي الفونكسيون ديال الدين. الدين شي حاجه كتزيدها في الحياه ديالك باش تزيد شويه ديال الطمانينه في الحياه ديالك. اذا هذا هو اللي كاين. الدين ديما غادي يبقى، كان خصو ياخذ بلاصتو في المجتمع، ما يبقاش يلتهم كل شيء داخل في الاسره وفي البسيكولوجيا ديال الانسان وفي السوسيولوجيا ديال الانسان وفي الاقتصاد ديال الانسان وفي السياسه ديال الانسان، التكنولوجيا ديالو، في العلم ديالو، باغي يدخل فيه وباغي يحبس شي حوايج. دابا راه قلت لك السبب ديال بان الاله الوحيد هو الانسان، هو حنا، نحن نو كيقول بالفرنسي لا فيغ ولا بالالمانيه ولا كيقول لك وي ار، حنا هما الاله، لان حنا اللي كنصنعوا الافكار وحنا اللي كنصنعوا. واش يقدر الانسان يوصل لواحد الفكره بانه هو الاله، هو انا هو الاله، انت هو الاله، الاخر هو الاله؟ لا، هو الطبيعه هي الاله، وكتسمى البونتيزم، بي ا ان تي اش او اي اس ام. بونتيزم هو فاش تيكون لونيفيرغ هو الله، كل شيء داك الشيء اللي كتشوف فيه هو الله، كاين حتى شي قوة خارقة، الطبيعة كلها، لونيفيرغ كله، بداك الشيء كله اللي فيه كيعود هو الله. وهاد الناس هادو كيتسموا بونتيست، وهاد البونتيست يقولك بأن ما لا، وكنظن هذا واحد الفكرة زوين. البونتيزم تيقول لك بما انك ما كاين حتى شي حاجه خلقت هذا الوجود، اذا الوجود هو الاله. يلي غبالكم سادين الريز هاند، لا اخويا هزي ديك، راه كاين واحد الليد لتحت كتورك عليها، هذا كتهز الليد، ياك ماشي واحد ساد الريز هاند. نو هلو رونش، شوفوا مع أكيليس يقلب على الريزهات، ايوا صافي انت لقيتيها، طلعتي السوفيستوس، هير يو جو.
تفضل اصاحبي. وامو الخروبة راه كان مسدود هاد الحرام عندك. اليد كان ديزاكتيفي يا صاحبي. ديزاكتيفيتهاش انا ما مسيتهاش دابا. شي واحد معانا غير هذاك ال وي انا يلا اكتيفيتا كانت ديزاكتيف. ايوا صافي لا فوت فينا حنا ما عرف علاش كنت ديكتي. انا ما اخترت كيخرجوا لي دي نوتيفيكاسيون تيقولوا لي ريز هاند از بلاكت سام وان بلاكت ريز هاند ولا شي ما عرفش علاش. دابا استاذ بيالير راه منجيك من الاخر ياك دابا راه الطبيعه كتخلقنا وحنا كنستمدوا من الطبيعه وحنا حنا اللي كنتحكموا في الطبيعه راه بحال مساله اللغه واش حنا كنتحكموا فيها ولا كتحكم فينا حنا اللي صنعناها ولكن ما نقدروش نتواصلوا من غير من غير اللغه مثلا فالعلاقه استاذ بيالير هي العلاقه جدليه راه المشكل كبير انك تقول بان العلاقه جدليه يعني انك كتاخذ وكتعطي طبيعه الفهم ديالك للدين او الطبيعه الانسانيه كيستمد من الطبيعه صحيح راه كيستمد وهو محتاج يعني هو فقير يعني عنده واحد العقده معينه ولا نقولوا واحد الاحتياج معين انه خصو الطبيعه هو اللي كيتحكى معاها والطبيعه راه كتحكى معاك على اساس انك انت جزء منها فالمساله واش علاقه جدليه دابا فكره الاله وفكره راه كلها علاقه جدليه شويه تخلطوا لي الوراق بقيت كنمشي نقرا لهيجل وهايدغار وداكشي ولقيت بان قالك في التالي العلاقه راه جدليه ما بين شكون اللي كيصنع الاخر شكون اللي كيصنع دابا الاخر دابا واش الطبيعه كتصنع الانسان اولا اللغه كتصنعنا مثلا على سبيل المثال كمثال مبسط اللغه واش كتصنعنا على اعتبار ان هي اللي كتحكم فينا الا ما عندناش اللغه راه ما يمكنش نعبروا ما يمكنش نهضروا ما يمكنش نتفاعلوا ولا حنا اللي صنعنا ديك اللغه حنا اللي صنعناها وحنا اللي درنا الحروف وحنا اللي درنا الارقام وحنا اللي درنا بزاف ديال الاشياء باش نتواصلوا المسألة ديال التواصل ديالنا مع الإله ولا كتحتم علينا مسألة ديال العلاقة الجدلية العلاقة هذه الجدلية هذه اش كتعطينا اش كنفهموا منها عامة كما قلت بأن كاين إشكالات يعني عند هيجل وعند هايدغار وعند ماركس وعند بزاف ديال شكون اللي كيحدد الآخر دابا الإنسان كطبعه كطبع ديالو راه ناقص راه خاصو واحد المريد معين هذا المريد هذا الا غادي يحقق لنا واحد الراحه ذاتيه ويحقق لنا واحد الوجود ويحقق لنا واحد الفهم معين للاشياء وقدر يتطور حنا ما كان بين قوسين يقدر يتطور ولكن راه ما يمكنش تحقق الوجود ديالك الا من خلال الوجود ديال الاله ولا ديال الطبيعه ولا ديال شي حوايج اللي مفروضه عليك ما فهمتش يعني كتبقى العلاقه واش هي جدليه واش هي حتميه واش كاين المطلق واش نسبي لك احلى لقطه خويا بيالير حيت تخلطوا عليا العرر موقيله تخلطوا عليا العرر لك احلى لقطه اخويا بلي انا بصراحه ما فهمتش السؤال ديالك داكشي بلي السؤال معقد دابا خويا بيالير شوف نعطيك مثال باللغه ياك ما معقد ما والو اللغه قال لك هيجل حيت مش كان مشى خلى هيجل قال لك يتصرف الانسان كما لو كان مبدعا للغه سيدا عليها مزيان ولكن قال لك يتصرف ولكن كيقول لك ولكن الانسان ليس الا يعني يتصرف الإنسان كما لو كان مبدعا للغة سيدنا عليها ولكن اللغة هي التي تتحكم في الإنسان والإنسان لا يتعلم إلا عن طريق اللغة فهمت سطة أش بغي يقولك في الإشكالية الإشكالية عامة كتقول بأن اللغة الإنسان اللي صنعها ولكن من دون اللغة أرى الإنسان لا يمكن أن يتصرف وكيديرها بين قوسين قالك في المفهوم اللغوي
المفهوم اللغوي أن الإنسان يتصرف في اللغة، ولكن المفهوم اللغوي أنها هي التي تتصرف في الإنسان. كلمة تصرف أو تحكم، إذا سقطنا هاد الإشكالية هذه ديال اللغة مثلا، كتسمعني أخويا بيلير؟ وي كنسمع أخويا. راه دابا الإشكالية ديال اللغة اللي هي واش كتصرف في الإنسان والإنسان كيتصرف فيها، ولا نطرحها على الإله، ندير واحد المرايا قد تكون معاكسة ياك، ونشوفوها في الإنسان مع علاقته مع الإله، هل هو الذي يتصرف أو الطبيعة؟ ما نقولش الإله، نقول الطبيعة، يعني المفهوم العام، المفهوم العام، لأن حتى اللغة راه فيها إشكال الفهم ديالها. نقول الإله، هاد الإله واش هو اللي كيتصرف، يعني الطبيعة هي اللي كتصرف وانت كتفهم، كناخدو المسائل من خلال الطبيعة، كنفهمو الإنسان من خلال الطبيعة، ما يمكنش نخرجو من الطبيعة باش نفهمو شي حاجة، خصنا نكونو داخل الطبيعة باش نفهمو الوجود ديالنا، أو نفهمو الكيان ديالنا، أو نفهمو يعني الكيان ديالنا باش نفهمو حنا فين. راه كاين الشجر، كاين النبات، كاين الحيوانات، كاين بزاف ديال الأشياء اللي كتفهم نفسك من خلالها. انا حاولت غير نعطيك يعني الاشكاليه ديال هيجل، وهيجل اش وصل، او لا هايدغر حتى هو، او لا ماركس كيقول لك بان العلاقه جدليه، يعني هناك اخذ وعطاء. هادشي علاش سولتك السؤال. اسمح لي يا اخي منش. نعم تفضل. سي ما تاخذاش مني غير قلت الصواب. لا لا تفضل. احنا دابا كداو 60 هنا ديجا، انا ما فاهم والو، وناقش انا عارف هيجل وداكشي، داكشي صعيب، نيفو كبير بزاف، صعيب على 60 الناس وما فاهمينش. دابا انت تهضر لنا على اللغه كتحكم في الانسان وداكشي ديال هيجل، ماشي هو الموضوع. حنا ناس عندنا مستويات ثقافيه والمعرفه ليميتي، والناس بان حاولت غير نتواصل مع بيالير، هذا الشيء اللي دابا ولو بيالير هو مور روم وكل شيء، ولكن انا عارف بيالير تيعجبو منها وكل شيء. قلتي هيجل كنت كنصحابو كيلعب شي افونسونتخ مع شي دوله ديال اليونان. صراحه ما عمرني قريت لا لهيجل داك الشيء كله اخويا. ماشي مشكل، ماشي مشكل. دابا حاولت غير نعطيك كمثال، حيت هضرت على هيجل وهضرت على اللغه، حاولت نعطي واحد المثال بمسألة الوجود ديالنا أو الفهم ديالنا للدين. الدين هو واحد ما فهمناك أخي سوفيستوس، شتك تدق في الشاط، خذ المايك وفسرنا شنو قال من قبيلة. لكم أحلى لقد، تفضلوا. يلا سوفيستوس. شكرا منش، شكرا منش. نسمع الاخ سوفيستوس. يلا فهمنا دابا اللي داير فيها لونسلو، اللي داير فيها غلادياتور تدافع، خذ المايك وفسر لنا شنو فهمتي. ما نفسر والو، وخلي السيد يهضر. هادشي اللي قلت ورا سيتو، يهضر كيما بغى، هادشي اللي تنهضر عليه، والواحد يهضر على راسو، مش ماشي كلشي سيتو. هادشي اللي تنقول. ورا السيد خلينا يهضر، ولكن ما عندناش ليه جواب. انا بصراحه ما عندي ما نقول ليه. انا شخصيا في المجال ديال اللغه ما عندي ما نقول ليه اخويا بصراحه. يعني عندك انت ما تقول ليه سوفيستوس، جاوبوا على هذا الشيء اللي كيسال فيه. لو بغيتي تجاوبوا خصك تكون قاري شويه على اللغه والتاثير ديالها على الفرد وعلى الثقافه تأثير ديالها على الفهم ديال الحوايج وداك الشيء. انت شنو هو السؤال ديالو فيما يتعلق باللغه وهاد الامور اللي قلتيها؟ شنو السؤال ديال طلع اخو عاود لي السؤال ديالك. واخا دابا بشكل بسيط جدا نحاول نبسط، لان كما قلت يا استاذ بيالير ولا الاخ بيالير، المساله شويه معقده. دابا الا كنا كنشوفوا في اللغه، قلت بان في النقاش ديال اللغه والفهم ديالنا للغه معقده شي شويه، هي مساله جدليه، يعني العلاقه جدليه، شكون اللي كيتحكم في الاخر. غير باش نبسط الامور، خلينا من هيجل وخلينا حنا كناخذوا غير الافكار يعني من الاخر. كيقول لك بان سيدي الانسان هو اللي صنع اللغه، ولكن
ما يمكنش الانسان يعيش الا عن طريق اللغه، لان هي من تتصرف فيه. وعطيت واحد القوله ديال هيجل، قلت لكم يتصرف الانسان كما لو كان مبدعا للغه سيدا عليها، لانه هو اللي صنعها طبيعي. ولكن اللغه هي التي تتصرف بالانسان، ودارها بين قوسين قال لك بالمعنى اللفظي، عندما يستمع اليها وينصت الى ما تقوله. هذا خلينا من اللغه دابا، انا ما كنهضرش على اللغه، انا درت اسقاط ديال الدين. السؤال ديالي كان البيانلير، هل ممكن اقصاء الدين من المجتمعات او من الفكر الانساني عامه عبر التاريخ؟ وربطتها بعلاقه ديال اللغه، واش ممكن تواصلوا من عن احنا كنعرفوا طبيعه الانسان. هذه هي العلاقه اللي حاولت ندير. علاش عطيت مثال باللغه؟ لان لا يمكن ان نتصرف الا من خلال اللغه، وهي اللي صنعتنا، يعني نصنعها وتصنعنا، والعلاقه جدليه. هل يمكن ان نقول بان الدين هو كذلك علاقه جدليه ما بين الطبيعه الانسانيه، على اعتبار ان الانسان لا يمكن ان يتصرف في الطبيعه وهي المؤثره فيه، وهو يستوحي او يقتات من افكاره من الطبيعه، والطبيعه هي الاله، يعني قد نقول هي الاله مثلا. العلاقه هل هي جدليه، او هل هي يعني على بعيدا على يعني قوسين ما عرفته الحضارات الانسانيه وما عرفت، لان حتى التطور، لان تطور التاريخ او تطور الفكر الانساني عامه او تطور اللغه نفس الشيء، تطورها لخدمتك ولكن داخل اطار انك تحتويك، هي تحتويك الى حد ما. هذا هو اللي كان السؤال ديالي. فلا يمكن، هل يمكن، انا اقول سؤالي، هل يمكن ان نتطور خارج الطبيعه؟ هل يمكن ان نتطور خارج الاله؟ هل يمكن ان نتطور خارج الفكر الانساني؟ هذا هو كان يعني سؤالي. هل ممكن ان الدين، حيت كان السؤال مباشر، ربما تفلسفت فيه شيئا ما، ولكن كان السؤال المباشر هو هل يمكن أن الإنسان يتخلى عن الإله أو يصنع له صور أخرى؟ هذا كان إلى يعني أظن أن يعني شرحت بالخشيبات. أخويا بي اللي راس الخشيبات أكثر من هذا الشيء، هذا راه ما عنديش ما إلا. واش أنت دابا ساليت السؤال ديالك باش نجاوبك ولا لا؟ ساليت. لا صافي المنجرة سالت، صار المنجرة سالت، دابا غير ديرنا شي منجرة ولا هادي وتفضل. لا ما كاين لا منجرة لا والو، حنا غادي نوضحوا الجواب واضح للعيان بواحد الشكل كثار من هذوك الخشيبات ديالك. حنا غادي نديروا كاع هذاك الشيء ديال التبن، دوك العويدات ديال التبن. شوف حبيبي، الدين ما يمكنش ليك تقارنه باللغة، وما يمكنش ليك تقارن الدور ديال اللغة بالدين. لماذا؟ لأن الدين إلى غادي نتحدثوا عليه كعبادات، أنك كدير واحد المجموعة من الممارسات اللي غترضي الإله، والإله حطك في واحد الشونتاج اللي دوك الممارسات إلى ما درتيهم غادي تعذب بنار جهنم. وبحال الامتحان، حتى الامتحان إلا كتبتي ألف لام وأنت دابا ما باغيش تفهم، واقيلا تيبان ليا ماشي ما بغيتش. غير ما تعصبش، حنا غير كنناقشوا، ما تعصبش. واش غتخليني نكمل لك الفكره دابا؟ كمل الفكره، ولكن شوف راه حتى الا ما كتبتيش راه الحروف راه خصك تكتبها. خلينا دابا من الكتبه، وانت راه غير درتي هذيك المقارنه، انت دابا غير درتي هذيك المقارنه بين اللغه والدين، ماشي ضروري ناخذنا بها. انت دابا كتبان لك راه اللغه ودورها عند الانسان بحكم انها واحد الوسيله
اللي كيعيش بها غادي تجعلها بحال الدين. انا ما غنطلقش من ان الدين بحاله بحال اللغه. لماذا؟ لاننا غنقول لك ان الدين فيه جوج ديال الاقسام. الا غنهضروا عليه كعبادات على هذا الدين، العبادات الدور ديالها هو خاصك دير مجموعه من الممارسات وتحجم على انك دير مجموعه من الممارسات باش في اخر المطاف لي جوج ديال الاشياء، اما لانك تحصل على المكافاه اللي هي الجنه او لانك ما تطيحش في العذاب. حتى في اللغه، حتى في اللغه يا صاحبي مقاده وخاصنا معاك. اسمعني سير الله يعاونك اخويا، انا ما غنتفاهمش معاك الا ما غتصلي. اسمعني اسمعني، غنتصنت لك، راه كنتصل لك وحنا غير في حوار، ما تقلقش. راه حتى اذا كتبتي شي كلمه خص تكون مرتبها. الا قلتي كلمه ولا هاد الاشياء اللي كنتعاملوا بها دابا ملي كنهضروا ياك، وراه انا خرجت لك من هذيك المقارنه، خرجت لك انا من هذيك المقارنه اللي كدير اللغه ودير.